مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بيكم في حلقه جديده من الاهلي الليله. اكيد كلنا بنفكر في ماتش بكره، ماتش الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي في 7 مساء في برج العرب، بعد ان تقدمت يعني او موعد المباراه ساعه كنا نلعبها 8 بقينا 7، زي ما الكابتن حسام بدري بقى مدير فني منتخب مصر كنا احنا كلنا بنتكلم على ايهاب جلال وحسام حسن عادي جدا، مفيش مشكله. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع ضيفي الكريم الكابتن الكبير نجم احمد كشري هداف النادي الاهلي اللي هيشرفني بعد الاخبار. اكيد هنتكلم كمان في اختيار مدير الفني لمنتخب مصر بعد، طب كنت تقولوا لنا عمالين نقول بقى حسام وايهاب جلال، طب حسام نجيب معاه مين، طب ايهاب نجيب معاه مين، طب هم موافقين، طب هم مش عارف ايه، يعني حاجة بصراحة بتحيرونا وبعدين بتختاروا حد كان بعد شوية يعني. عموما بنتمنى التوفيق للجميع وهنقول الخبر بالتفصيل بعد ما أقول لكم إن المباراة وأهميتها بكرة كل عارفها أهلي أو زمالك، جماهير الأهلي والزمالك بتنتظر هذه المباراة، إحنا كلنا كمشجعين النادي الأهلي ومنتمين النادي الأهلي بنستنى المباراة وبنتمنى طبعا الفوز للنادي الاهلي. مباراه صعبه في كل الاحوال، قلنا ان مفيش اي مقاييس لمباراه القمه، مفيش اي مقدمات، مفيش ان الاهلي كسب او الزمالك خسر، مفيش اي استثناءات لهذه المباريات. مباراه بتلعب في او بتحكم عليها اول ما بتشوف اللعيبه في الملعب، بتشوف بقى من الشكل العام اللعيبه في الفورمه، اللعيبه بره الفورمه. ان شاء الله بالتوفيق نادي الاهلي ونعمل مباراة كويسة ومباراة مقنعة مع فايلر مركز تركيز عالي جدا مع النادي الأهلي، ومد كمان معسكر برج العرب علشان مباراة سموحة يوم الاثنين إن شاء الله. الأهلي هيلعب بكرة إن شاء الله ويلعب الاثنين أولى مباراته في الدوري العام مع فريق سموحة. تعالوا أقول لكم الأخبار وهيكون معانا كريم أحمد عشان يطمنا على مران الفريق ويقول لنا إيه اللي حصل في التمرين. يلا يا جماعة قلنا كريم عشان نطمن الجمهور على التمرين واللي حصل فيه زي ما احنا متعودين معاهم. الاهلي بيختتم اليوم تدريباته بالتتش استعدادا للقاء السوبر مع الزمالك ان شاء الله في 7 مساء الغد باذن الله. الاهلي هيدخل في معسكر مغلق او خلاص في طريقهم للمعسكر ان شاء الله، معسكر يعني يجني ثماره كالعاده. وقلنا كمان الاهلي بيستمر في معسكر الاسكندريه بعد مباراه السوبر استعدادا لمباراه سموحه اللي هيكون فيه ضيق وقت كبير جدا بين المباراتين جمعه واثنين، بادئين الدوري كده يعني يوم راحه او يومين راحه ماشي يعني، هتبقى على الكل بقى وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي، مع ان الدنيا بدات بالنسبه لي يبقى المواضيع يعني كده مش باينه قوي. وقلنا خلاص اتحاد الكره بيعلن تقديم موعد مباراه السوبر لمده ساعه لتقام في 7 مساء بدل 8 مساء الغد. معايا زميل عزيز كريم احمد، مساء الفل يا كريم. كابتن ميدو اهلا بيك واهلا بكل الساده المشاهدين كل جمهور النادي الاهلي. انت فين دلوقتي؟ لسه التدريب خلصان يعني بدري وخلصنا وروحنا بقى. كابتن ميدو مش هتسافر مع الفريق ولا ايه؟ بكره ان شاء الله نكون معاكم كالعاده ان شاء الله تغطيه على قناه الاهلي باذن الله ونفرح باذن الله. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله كلنا متفائلين خير في فريقنا وكلنا ثقه كمان في فريقنا وفي المدير الفني فايلر. طمنا على المران واللي حصل فيه. التدريبات كالعاده كابتن ميدو كلها تركيز وكلها تدريبات خاصه لي لمباراه السوبر النهارده. التدريب خطتي وامس التدريب خطتي من خلال متابعه مستر فايلر للمباراه الاخيره لنادي الزمالك، المباراه تحديدا المباراه في البطوله الافريقيه. الراجل وقف على بعض الامور شغال عليها بشكل كبير جدا على التمرين وبعض الكرات الثابته التمركزات التغطيات، يعني في امور كثيره جدا الراجل بيحاول ان هو يوصل فكره للاعبين، الهجمات المرتده مركز عليها بشكل كبير، الكرات الثابته والكورنرات او العرضيات. يعني النهارده وامبارح الراجل وقف اكثر من مره بيحاول ان هو تكتيك معين، التغطيات العكسيه بياكد عليها بشكل كبير جدا مساعده بشكل كبير، لان حاله التركيز وحاله الحماس اللي فيها لعيبه النادي الاهلي كل اللعيبه. الراجل يمكن بيحاول ان هو يفصل شويه جزء لعيبه بيتفرج عايز يركز مع بعض اللعيبه، طبعا يكون تركيز اكبر للوصول للفكر اللي هو عايز يوصله، لكن الكل جاهز. اي لعيبه كابتن ميدو يكون متواجد في التشكيله اللي بنتمنى يكون موفق فيها غدا مستر رينيه فايلر، اي لعيبه يكون متواجد. المنافسه شرسه جدا وقويه، مروان وصلاح، محمود متولي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، اكرامي، الشناوي، صالح جمعه، مجدي قفشه، كلها منافسات بتصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. الامور الحمد لله النهارده اللعيبه يمكن حالتها البدنيه على اعلى مستوى، الحاله المعنويه مرتفعه، التركيز متواجد. خلاص يمكن التدريب انتهى زي ما انت عارف التدريب اللي كان اكثر من ساعه. كريم الصوت بيروح وبيجي يا كريم، يا ريت نقف في مكان فيه سيجنال بس.
الو. طيب طيب لغايه لما يجي لنا كريم تاني. نرجع مع حضراتكم مره تانية. كريم كان بيتكلم عن ان في منافسه بين اللاعبين، وده الطبيعي وده العادي في النادي الاهلي وبين لاعبي النادي الاهلي، كله بيموت على مكانه وكله بيحارب على مكانه وكله بيحجز مكانه في التشكيل الاساسي للنادي الاهلي. وطبعا مباراه الزمالك الكل او مباراه القمم يعني كل بيسعى ان هو يكون متواجد في مثل هذه المباريات، وكمان متعطشين ان هم يشوفوا جمهورهم بكره ان شاء الله في برج العرب، حتى لو كانوا 4500. لكن احنا اتفقنا قبل كده ان اللعيبه بتسمع صوت جماهيرها حتى لو ما فيش ولا واحد، قلنا قبل كده كل الجماهير بتؤثر على اللعيبه حتى لو بعيد. اتفضل يا كريم. كريم اتفضل. طيب خلاص كريم بقى لسه في استشفى، في استشفى بيعمل استشفى بعد المران. اتكلم كمان على تركيز فايلر في الكرات العرضيه والثوابت، الكلام ده كله كلام مهم جدا. المباراه مقلقاني لان في سكوت كده، في سكوت من جانب فريق الزمالك، في سكوت ومفيش حد بيتكلم، مفيش تصريحات، مفيش. فدي تبين لك قد ايه، بتدي انطباع قد ايه الفريق مركز. فلازم كلنا نكون حاطين في اعتبارنا حتى احنا كجماهير كمان دلوقتي للنادي الاهلي، كلنا مركزين في مباراه بكره ان شاء الله. ان شاء الله تعدي على خير، وان شاء الله يكون اول سوبر للمدير الفني السويسري فايلر. لغايه لما كريم يرجع لنا عايزين نطمن منه على اللعيبه المصابه، ولو عرفنا نجيب كريم تاني يا جماعه. ماشي، قبل ما ندخل بقى في خبر المدير الفني لمنتخب مصر اللي اختير النهارده، وكانت مفاجاه اعتقد لينا كلنا ان احنا بنتكلم في اسماء وفجاه كابتن حسام البدري مدير منتخب مصر، ومستنيين التشكيله اللي هو هيقول عليها عشان تعرض على اداره اتحاد الكره عشان يوافقوا عليها او ما يوافقوش عليها، او يعني لو عندهم يعني حلول ثانيه. ف اللي بيخليك تستغرب ان انت كنت بتتكلم امبارح واول امبارح في اسماء اتكلموا معاها بالفعل، او ايهاب جلال تحديدا اتكلمنا معاه بالفعل واتكلمنا هيكون معاه مين، وشفنا اسماء رشحت وشفنا قائمه كمان كانت مرشحه او هي الاقرب، والنهارده قالوا ان الكابتن حسام البدري هو المدير الفني لمنتخب مصر. انا شخصيا مش هعلق على الموضوع، لكن هقول لكم تصريحات الكابتن حسام البدري بعد توليه تدريب المنتخب الوطني. الكابتن حسام بدري قال ان هو سعيد جدا بتولي منصب المدير الفني، قال اشكر الله على منحي هذه التكاليف او هذا التكليف لان خدمه منتخب مصر شرف كبير. قال كمان مدرب الاهلي السابق، قال كمان منذ هذه اللحظه اعاهد الله واعاهد المصريين حكومه وشعب انني لن ابخل باي جهد في سبيل اسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جميعا كل الجهد والاخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل. واكد رئيس مجلس اداره فريق بيراميدز السابق اهميه تكاتف الجميع بدايه من اتحاد الكره ووزاره الرياضه متمثله في الوزير اشرف صبحي المسؤول الاول عن الرياضه من اجل عبور هذه المرحله وجعل منتخب مصر مصدرا لاسعاد هذا الشعب العظيم. ده كان كلام الكابتن حسام البدري اللي ضاف عليه بان معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قراراته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة. طيب معنا كريم تاني يا جماعة، اتفضل يا كريم. طبعا يمكن كنت بأكد لك على المنافسة بين اللعيب أكثر من اللعيب كمان. الراجل النهاردة كان مركز في آخر المران هو رجل ركلات الترجيح، الكل مركز يا كابتن ميدو. يعني بقول لك من خلال متابعتنا في حاجه جديه، وعارفين النادي الاهلي كمان اللي يعني بنتمنى ان شاء الله بكره الشكل العام يكون على اعلى مستوى كالعاده، الجمهور المسانده والدعم. وزي ما اتكلمت كمان امبارح يا كابتن ميدو شخصيه الفنانه الحمراء الجامد المسانده الكبير للنادي الاهلي، بنتمنى يكون في هذه المباراه ان شاء الله باذن الله يكون السوبر معانا، بيشتغل مجلس الاداره بيوفر الجهاز الفني بتاعه يبذل كل ما فيه امور كبيره. اتمنى ان شاء الله كابتن ميدو باذن الله بكره ان شاء الله. طمنا على اللعيبه المصابه كريم. يمكن النهارده اللعيبه طبعا المستبعده بجانب يمكن سعد خلاص دخل في ال 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 في
لا مش هينفع يا جماعه الصوت، علشان الجماهير انتوا عارفين بتستنى كريم تحديدا نطمنه منه على كل الاخبار. مش عارف التليفون فيه ايه بقى يا جماعه، ان شاء الله ان يكون في مكان فيه سيجنال اكتر من كده. ارجع بحضراتكم تاني، كان دي تصريحات الكابتن حسام بدري اللي عين النهارده رسميا المدير الفني لمنتخب مصر بعد ما سمعنا عن حسام حسن وإيهاب جلال. استغربت وما استغربتوش، الأمر بقى واقع، هو اللائق أو هو مش اللائق، هو الأجهز أو مش الأجهز، حسام حسن كان الأولى، إيهاب جلال كان الأولى، خلاص كل دي صفحات وهنطويها خلاص. بقى حسام بدري دلوقتي مدرب الأهلي ورئيس مجلس إدارة فريق بيراميدز السابق، هو دلوقتي مدير فني فريق مصر لكرة القدم. نتمنى التوفيق للجميع، واكيد احنا مننا كل الدعم كمصريين للفريق الوطني بصرف النظر بقى عن ارائنا او انتماءاتنا او يعني اللي جوانا، لكن بنتمنى التوفيق للكل، وان شاء الله ان شاء الله نشوف منتخب مصر في الصوره اللي نتمنى كلنا كمصريين نشوفه بيها. في ناس بقى فرحانه نزل عنا، خلاص يا جماعه الموضوع خلص وانتهى، ولازم كل الدعم زي ما احنا متعودين للمدير الفني والجهاز اللي هيعاونه. تزعلوش، هي دي حقيقة، يعني لازم كل الدعم للمدير الفني والجهاز اللي عاونه، احنا كمصريين واكيد احنا بنحب مصلحة البلد قبل اي حاجة. دي كانت معظم اخبارنا، هنطلع فاصل علشان نستقبل نجم الاهلي، النجم الكبير، نجم مصر، احمد كشري هداف النادي الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني النجم الكبير احمد كشري هداف النادي الاهلي. لو كان حسام حسن كان بيسيبه يعني يجيب جوان براحته كده كان زمانه عامل رقم كبير جدا، لكن انتوا عارفين بقى حسام حسن وحبه الاهداف نور الدنيا جدا. حبيبي امين، حبيبي ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كل سنه كله طيب. تمام، الله يخليك، كله تمام. طمنا عليك. والله الحمد لله، يعني الامور الحمد لله كويسه. واخر حاجه يمكن انا كنت هنا من فتره مش بعيده، موجود وان شاء الله في انتظار كده، يمكن جات لي عروض بس يعني انا من النوع اللي بحب اختار شويه، يعني مش ناجح احسن كويس، يعني مش اي حاجه، فمنتظر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله خير. بتلعب كوره ولا ما تلعبش؟ والله على فترات نفسي العب كوره، مش عايز اروح فريق الشمس لسه. كابتن باكر لسه بيقول لي، قلت له والله نفسي اجي العب والله، يعني بالعكس انا اصلا لعيب خماسي كمان، يعني هنلعب بقى على قدنا. انا عارف. كل سنه وانت طيب ومنورنا في بيتك الاهلي. يا رب يخليك. وطالما بنتكلم بقى على الاختيارات، ايه رايك في اتحاد الكوره؟ اختياره الكابتن حسام بدري بعد ما احنا كنا في حته ثانيه خالص. عرفت ولا عرفت؟ والله أوكي. والله انا يعني نمت كان ايهاب جلال، صحيت لقيت حسام مش كده؟ هم ودونا في حته بس هم كانوا بيتفاوضوا فعلا مع كابتن ايهاب جلال. يعني كان والله إيهاب يمكن كان في بيني وبين إيهاب مكالمة من حوالي 4 أيام كده، وكان الكلام جامد عليه. قلت له إيهاب الأمور، قال لي والله ما حد كلمني وبتاع، بس يعني سامع، لكن كلام مباشر ما فيش، يعني ما فيش حد كلمني وبتاع. قلت له طب أنت الوضع، يعني اتكلمنا مع بعض شوية، أن إيهاب يعني إحنا أصدقاء جدا، وإيهاب من المدربين المحترمين المثقفين. وإيهاب كان اختيار كان كويس طبعا، إيهاب جلال، لأن وبرضه مش هضحك عليك برضه، يعني ممكن يعني إيهاب مش موجود في حسام البدري، داخل الكابتن حسام البدري، أعتقد إن اللجنة زنقت نفسها من البداية، يعني ما حطتش معايير للاختيار من البداية، فعشان كده بقى كل شوية يتقال الاسم، لكن الناس اللي كانت معروضه طبعا اسامي. ايه هي معايير الاختيار يا كابتن احمد؟ يعني لو حضرتك قاعد قالوا لك حط معايير الاختيار مدرب منتخب مصر، انا يعني ولا هم؟ لا انت، معايير الاختيار من وجهه نظرك انت. طبعا رقم واحد ان يكون مدرب عنده خبرات كثيره، مدرب فرق كبيره، عنده بطولات، لان انا بمسك اكبر حاجه في البلد، يعني ان انا امسك منتخب مصر لازم يبقى عندي سي في قوي، اكون مسكت فرق كبيره، اكون عندي خبرات افريقيه كبيره جدا، اكون شخصيه بتاعتي شخصيه قياديه، يعني ما فيش لغط عليها، شخصيه اعرف اتعامل مع
مع النجوم رقم واحد، لان انا عشان امسك منتخب مصر لازم انا عارف انا باخد اعلى لعيبة في على المستوى الدولة. لا اختيارات طبعا، لازم يكون عنده خبرات، عنده نجاحات، مدرب شخصية، مدرب عنده فكر يعني اسلوب اسلوب طبعا طبعا. والكلام ده كله مش معلش مع احترامي ما يبقاش من خلال بس ان انا بتفرج على الدوري. في ناس بتمسك مسك كل أندية الدوري ما عملتش اي حاجه بالظبط، ومع ذلك اسمها قد كده عشان هي مسكت. لكن انا الاختيارات اشوف المدرب ده عنده فكر، اشوف المدرب ده عنده خبرات، مش بالضروره خبرات تبقى كبيره قوي على فكره. يعني يمكن احنا بنشوف فرق زي اسبانيا. هو انا بصراحه انا شخصيا ضد موضوع ما انا بقول لك مش لازم تبقى خبرات كبيره قوي يعني بالزبط. يعني خبرات يعني ايه يا ميدو؟ يعني لا يعني اتحط في ظروف ممرات افريقيه وبتاع، وده موجود في ايهاب جلال برضو. يعني ايهاب اذا كان ايهاب او كابتن حسام البدري او كابتن حسام حسن، الناس اللي معروضه لا لعبوا افريقيا، شاركوا في فرقهم في بطولات افريقيه. انا شايف وجهه نظري، انا بحب دايما ان انا ادي العنصر اللي هو الشاب الصغير، لان العالم كله بقى مش كده. مين طب انا عايز بس عشان الساده المشاهدين او جماهير الاهلي تحديدا سالوني في حته ان انا ابقى عندي خبرات. يعني حضرتك لسه بتقول في مدربين بقى لهم 900 سنه في الدوري، خبرات. لكن انا اسف يعني ما فيش اي نجاحات، ما عملوش حاجه خالص. فايه بقى الخبرات اللي في كده؟ لا خبرات في ايه يعني؟ يبقى عنده جزء من الخبرات، مش لازم خبرات يبقى انا مسكت يعني الفرق الدوري كلها. انا قصدي ان عندي خبرات ايه يعني. مثلا ايهاب جلال لما اترشح، ايهاب مسك مع المصري والمقصه، لعب بطوله افريقيا وان كان ما كملش بيهم، لكن عنده تجربه افريقيه مع الفريقين. تمام. حسام حسن نفس الوضع، مسك مع المصري كان عنده تجربه، مع سموحه مسك منتخب الاردن، مسك منتخب الاردن، عنده يعني عنده خبرات. ترشيح من كابتن الناس اللي المجموعه اللي موجوده مجموعه يعني كويسه، بس في ناس خدت منهم فرص. يعني كابتن حسام البدري خد فرصة مع المنتخب الأولمبي قبل كده وما كانش يعني ما كانش في توفيق فيها، لكن الراجل كخبرات لعب، لا كفاية انه درب النادي الأهلي، فالسي في بتاعه برضه يعني قوي. لكن انا كنت حابب ان يبقى في مدرب شاب هو اللي انا والله بس. العظيم ما حكاية ان درب النادي الأهلي او شخصية كابتن حسام البدري، لا انا بتكلم في العموم، اي حد بيدرب النادي الأهلي بياخد معاه بطولات. دي حقيقة. مع احترامي الشديد لكل المدربين اللي مروا النادي الاهلي، هو بيعمل انجازات كبيره جدا لكن بياخد بطولات. يعني اي حد مشي حتى من النادي الاهلي خد بطولات، فهو المعيار مش ان انا اخد بطولات، المعيار ان انا يكون عندي اسلوب. والله يا ميدو بص انا اكلمك بكل شخصيه حقيقيه. احنا فوجئنا باسماء معينه ودخل فيها بعض المدربين اللي هم ما عندهمش يعني مش هنقول سي في قوي، ما عندهمش نجاحات. تمام. بدون ذكر اسماء عشان ما حدش يقول احنا جايين نتكلم. انا لقيت اسماء في النص، مدربين ما نجحوش في اي حته، ما عملوش اي انجاز، ما عملوش اي بصمه. انا شايف ان المعيار برضو ما زال في اللجنه اللي موجوده فيها علاقه الحب والكره والصداقه والكلام ده. اللي انا خايف منه. انا ده اللي انا شايفه بامانه، مع اني عارف ان هم مجموعه يعني ممكن اصدقائي وعارفهم، لكن انا شايف ما زالت الامور ماشيه مين بيقعد معايا في نادي، النادي اللي احنا اعضاء فيه، فهم اللي بيجوا واختيارات. تبص تلاقي يقول لك لازم يبقى فيها توازن اهلي وزمالك وبتاع، لا انا بصرف النظر عن الاهلي والزمالك، انا لما اجيب مدرب مقتنع بيه هو رقم واحد بالظبط، هو القيادي بالزبط. هو اللي يجيب الجهاز بتاعه بالظبط، ما اجيش اقول له بقى خد ميدو من الاهلي وخد مش عارف مثلا كشري من الاسماعيلي ولا من الزمالك، ما ينفعش. انا النهارده مدرب جيت قلت لي تعالى امسك المنتخب، انا اجيب جهازي. انت شايف جهازي كبير عليه منتخب مصر، يبقى كبير عليا انا، ما هو الجهاز ده اللي نجحني، فخلي المدرب يجي يقول جهازه. لكن هم مخليين كده مع كابتن حسام البدري. انا مع يعني انا بقول لك انا نمت وايهاب جلال كان هو المدير الفني للمنتخب، كلنا كان صحيت كابتن ايهاب جلال وكابتن حسام حسن، فوجئت النهارده كابتن حسام البدري. المعايير ايه؟ لا انا مش شايف ان في معايير معينه، لان لو معايير معينه او متحدده لا يعني كان هتختلف الامور شويه. العالم كله النهارده بيبص للمدرب اللي عنده فكر، مثقف، مدرب
عنده وعي، مدرب عنده شغل في الملعب، بتشوف فرقته بتعمل شغل ايجابي في الملعب، بيعرف يدافع ويهاجم مش بيهاجم بس. يعني في مدرب يقول لك ده بيهاجم كويس قوي قوي، طب هو اللي بيهاجم كويس قوي ده طول المباراه عمال يهاجم، لازم يدافع كويس، لازم ادافع كويس عشان اعرف هاجم، لازم يكون عنده فكر، اشوف هو مسك فرق عمل معاه ايه. هو ده الاختيارات، دي المعايير رقم واحد. وانا يمكن قلت لك وعايز اكمل يعني النقطه دي، اتفضل. مدربين النهارده في اسبانيا وانجلترا واوكرانيا والعالم كله مدربين شباب، مدربين صغيرين، ده اللي بتكلم فيه يا كابتن، مدربين قريبين من اللعيبه، بتكلم فيه فدي مهمه جدا. مش شرط عشان كابتن احمد كشري يروح يمسك فرقه تقول له بقى انت خدت بطولات ايه وعندك سي في ايه لا. والله العظيم يا جماعه الكلام مش على كابتن حسام، خلاص مبروك وان شاء الله يكسر الدنيا مع منتخب مصر، انا بتكلم في العموم وبتكلم في اللي نفسنا نشوفه بعد كده ان المدربين الشباب. وشفنا احنا شفنا تكيس مثلا بتاع دجله اول مره يجي دوري مصري، كلنا بلا استثناء كنا بننتقده في الاول، ايه يا عم انت بتعمله ده والله. لغايه لما الراجل كلنا عظمنا له تعظيم سلام في الاخر، الراجل فرض اسلوبه بمجموعه لعيبه مش عارفينهم اساسا بالظبط. فهو المدرب اسلوب وفكر زي ما حضرتك بتقول، بس خلي بالك برضه يا ميدو انا عشان نكون صراحه، اتفضل. يعني الكابتن حسام البدري عشان نكون امنا، النادي الاهلي برضو اللي عمل له اسمه وكبره وبتاع، فهو النهارده ما يتحط في منتخب مصر، بيتحط في منتخب مصر عشان النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي اللي عمل اسم حسام البدري، هو اللي كبر اسم حسام البدري، اداله النجوميه، اداله البطولات. مش كده؟ اه طبعا طبعا. الناس النهارده انت يعني انا بتكلم بقى كوره، انت النهارده خليتني مدرب باخد بطولات معاك، دوري وباخد معاك كاس وباخد معاك افريقيا، بطلع انديه بمسك الانديه الكبيره في المريخ السوداني او بمسك الفرق اللي بمسكها، كل ده بيضيف لي. فانا النهارده النادي الاهلي يعني احنا برضو الناس لازم تعرف ان دي حقيقه، وهو يعني لا كمدرب النادي الاهلي يعني اداله كتير، وبنتمنى له التوفيق. يعني انا مش يعني زي الناس هنقول مثلا ليه حسام البدري، لا احنا مع حسام البدري، النادي الاهلي اللي عمل حسام البدري خلاه، فلو مسك منتخب مصر لا يمسك منتخب مصر، لان النادي الاهلي فعلا هو كبر مع النادي الاهلي. هو ربنا طبعا خلينا نكون صراحه يعني طبعا، والنادي الاهلي خيره علينا كلنا، مفيش كلام مفيش يعني كلام. دايما بضرب مثال بمانويل جوزيه، مانويل جوزيه اول سنه جه النادي الاهلي قعد شويه ومشي، بعد كده جه عمل اسطوره مانويل جوزيه في النادي الاهلي، بعد كده مشي من النادي الاهلي ما عملش حاجه. مانويل جوزيه انت متخيل؟ ما الناس بس عشان لا الناس عارفة، عايز الناس تفرق بين ايه. يعني احنا زعلانين من الشخص ده لمواقف معينة، وبين ان هو مدرب ومدرب كويس واحنا اللي عملناه مدرب كويس، او النادي الاهلي اللي زرع البذرة دي. لا احنا مفيش مشكلة، يعني انا بتكلم معاك بصراحة يعني. بصراحة جدا، لكن النادي الاهلي يعني هو اللي عمل، بيعمل هو نجوم وعمل مدربين كبار. لكن حتة اختيار المنتخب انا بصراحة يمكن انت بتكلمني، انا بقول لك انا مش عارف، الصبح مدرب ومبارح حسام وإيهاب، النهاردة حسام البدري، فواضح ان هم مش حاطين معايير صح. الناس اللي بتختار مع احترامي ليهم داخل فيها حب وكره، وانا اهلاوي وانا زملكاوي، لا يعني يا ريت يبقى مصلحة الدولة او مصلحة مصر فوق اي حاجة، ما اختار بعناية واقول انا اخترت الراجل ده ليه بس. لكن هم كلهم مدربين محترمين، ربنا يوفقهم. ايهاب ناجح في يعني اذا كان هيكمل مع المصري او كابتن حسام حسن عامل، ايهاب جلال شخصيته بتبان في اي نادي بيروح، يعني ماسك امبي كذا شهر بقى امبي يتغير على طول، عنده اسلوب هو تشوفه، تشوف امبي من غير ما تشوف المدرب تقول ده ايهاب جلال، تشوف المقص من غير ما تشوف المدرب تقول ده ايهاب جلال، تشوف المصري تقول ده ايهاب جلال، تشوف مش عارف مين زي حسام حسن، بدا برضه حسام حسن الناس برضو معتقده ان هو شخصيه وروح، وبقى عنده فنيات كبيره جدا حسام برضو في طبعا في اللي يعني ما كانش ينجح مع بالزبط. مع المصري وينجح مع سموحه، لا هو مسكوش اهلي وزمالك، لا يعني تجربه كابتن ايهاب جلال في الزمالك ما انا ما بحسبهاش بصراحه تجربه. بص يا ميدو احنا مش بنقول يعني الناس لازم برضو تفهم ايه، الناس دي نجحت في انديه كبيره وبدليل ان هي بتترشح، انا بتكلم على الثلاثه دول بالذات، الثلاثه دول ايهاب او حسام البدري او حسام حسن، يعني كابتن حسام حسن، كابتن حسن شحاته طبعا على جنب، ده حاجه يعني عمل تاريخ ليه والمصر. انا ضد بصراحه ان الكابتن حسن يتوج لكن ان هو يجي مدرب منتخب مصر تاني انا فيها بعيده 50 50 لا لا لا. بص يا ميدو خلينا نكون واقعيين، الناس لازم تعرف
كل وقت وليه أدان. كابتن حسن لما كان ماسك منتخب مصر كان هو بصحته أكتر من كده، وكان هو يعني قريب من اللعيبة، السن ما كانش كبير قوي. سيبك من السن عشان الناس ممكن تقول لك ده في مدربين ماسكة كان معاه جيل كويس قوي، الجيل ده مش موجود دلوقتي. كابتن حسن قاعد بقاله فترة ما بيدربش، لكن هو الراجل ما قللوش تاني. بالظبط، هو الراجل خلاص دي. عمل انجاز بالزبط. وعمل حاجه ما حدش عملها في قمه الهرم. خلاص ده انا اكرمه باي بالزبط. منصب كبير في 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 ده اللي بتكلم فيه في اتحاد الكوره. لكن التدريب لا، التدريب عايز عايز مشقه شويه، عايز الشباب وعايز الناس القريبه، عايز المدرب القريب من اللعيبه. فطبعا بالتوفيق لاي كان مين اللي هيمسك منتخب مصر. اتمنى الامور ما ممكن لما نخرج من البرنامج يبقى فيه لا خلاص خلاص بقى. لا احنا 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 عايزين نستقر كمان. احنا عايزين نستقر فنيا مهما كان هاتوا اي مدير فني. انا ما اعرفش ليه الامور بتاخد وقت طويل قوي مع الناس. سهله كانت ليه؟ سهله كانت سهله ليه؟ عشان عارف ليه يا ميدو؟ لان بنعمل حسابات لحاجات كتير قوي. انا اعمل حساب لمصلحه مصر رقم واحد، واسيب بقى على جنب الجماهير هنا بتحب بتكره الكلام ده دخل في المواضيع، هو اللي عطلنا في الفترة دي. والله لكن أتمنى الخير ليهم. لو كل واحد يتقي ربنا في قلمه، ويتقي ربنا في صوته، يتقي ربنا في أي حاجة بتوجه للسوشيال ميديا أو للسادة المشاهدين اللي هم الطيبين اللي بيستقبلوا الكلام بصدر رحب، إحنا الأمور هتبقى مختلفة تمام. لكن إحنا عندنا التوجيه. يعني أنا كابتن حسام بدري عمري ما هنسى ان احنا كنا يعني بنقدر نقول تعظيم سلام لما كان ماسك النادي الاهلي وكان عامل ماتشات ولا اروع وعمل اداء وعمل نتيجه. لكن لما تيجي تتكلم في مدرب منتخب مصر بقى الموضوع مختلف. لكن هو طبعا اداه قدود. لكن حسام حسن ايهاب جلال كان لازم بقى نقعد زي ما حضرتك بتقول كده نشوف مين الانسب، معايير لاختيار مدرب منتخب مصر. تمام. هي دي النقطه اللي انا بكلمك فيها. هم طلعوا المعايير لصالح الكابتن حسام بدري، خلاص حاجه تحترم. وعايزين استقرار وعايزين خلاص. لا لا لو مصر كلها هنبقى ان شاء الله يعني بالظبط مصلحه بلدنا يعني اهم. واحنا النادي الاهلي احنا بص يا ميدو ممكن نزعل من موقف كله، لكن احنا بنساند دايما بلدنا، بنساند فرقتنا منتخب مصر. المنتخب مصر ده هتلاقي قوامه الاساسي النادي الاهلي ولادنا. فانا حابب الناس يعني نهدى، مفيش اي مشكله خالص. المهم مصلحتنا ان مصلحتنا ربنا يكرمنا ويوفق ايا كان مين اللي يجي في كان في منتخب مصر هنقف معاه. لو ايهاب ما ايهاب مش محسوب من النادي الاهلي، كان جماهير النادي الاهلي هتقف معاه. حسام حسن كان هيجي، كل جماهير النادي الاهلي هتقف معاه ايا كان مين. لكن احنا مشكلتنا ان احنا اعتراضنا في الفتره اللي فاتت دايما بننتقد اي حاجه. تلاقي الناس بتحب وبتكره. لا احنا نشوف التجربه الاول وبعدين نحكم عليها. فالناس تهدى خلاص، ده القرار بتاعنا او ده القرار بتاع لجنه الكوره باتحاد الكوره او اللجنه المتشكله الخماسيه. نتمنى ان باذن الله يكون الاختيار موفق وكله لمصلحه مصر، وبالتوفيق للكابتن حسام ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. تعال نروح بقى للقاء المنتظر، اهلي وزمالك. لعبت كام اهلي وزمالك؟ والله انا الاهلي والزمالك انا يعني اكون صريح معاك، انا كنت دايما ببقى على الدكه. بس انا ليا حاجه كده، كان كل ما المدرب هولمان يقول لي مسخن الاهلي يجيب جول، اقعد اكشر. يروح قايل لي مسخن، يروح جايبين جون، حتى تلاقي اللي جون ماتش 2-0. انا كنت بسخن ورا الجون. برضه قبل كده مع تسوبل يعني حظ كل ما هو مسخن، هو كده كل ما هو مسخن. مش كده حسام بيلعب؟ اول ما يشوفك اجيب جون يعني اجيب جون. حسام وفيليكس طبعا. لا لا لكن كنتوا مهاجمين ما شاء الله ما شاء الله. احنا كنا فرقه كويسه قوي طبعا. طبيعيين يعني. الامانه انا يمكن دايما الناس بتتكلم معايا على الجيل بتاعنا. الجيل بتاعنا كان جيل كويس قوي، كان جميل، جيل قوي، كان قوي. جميل، كان مليان لعيبه نجوم. احنا وانا كان معاه كابتن مشير حد امبارح. طبعا مشير، حد كان بيعرف يعدي من مشير يعني. احمد الكاس من احسن لعيبه في مصر. احمد الكاس ما كانش بيعرف يتعامل مع مشير، اللي هو الوحيد اللي جاب فيها جول. بس كان مشير متعب. مشير كان سيرت باك كويس قوي. رغم مشير زي ما انت شفته قصير لازقه كمان. لا 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 كان جيله معانا ما بيهزرش ومركز عارف هو يعمل ايه. لا احنا كنا جيل كويس بامانه يعني. كان جيل كابتن شوبير وكان عصام الحضري ومصطفى كمال، وبعد كده بقى تخش ابو الدهب كمونه ومشير حنفي محمد يوسف ياسر ريان وعماره ابراهيم حسن الحديدي. ما تنساش الحديدي. الحديدي ده الحديدي ممكن تلاقيه جاي لنا السوق دلوقتي. عايز اقول لك حاجه، الحديدي ده كمان عمرو الحديدي كان احسن واحد بيلعب بدماغه في مصر في الوقت ده يعني. هو كان الكابتن جمال عبد الحميد.
وحكى لي. مش عايزين بس كنت بس في على الارض كنا بنعدي منه في ثانيه. ما انا كنت مسميه انا مسميه ملك العالي وضعيف في الواطي. كنت اقول له ملك العالي حديدي ضعيف في الواطي الحديدي. هو شخصيه جميله. لا عسل عمرو حديدي لا كان نجم وياما كسبنا يعني. شرفنا بيه في ام بي اللي جاي يلعب معانا شويه في ام بي. لا لا عسل. هو مجموعه بصراحه مجموعه كانت معانا لعيبه وكان في لعيبه كبيره في نص الملعب يعني مجدي طولبه رضا عبد العال اسامه عرابي هادي خشبه هشام حنفي سامي قمصان سيد عبد الحفيظ طبعا طلع معانا. لا كنا فرقه تقيله قوي ومهاجمين بقى يعني كنا مشكله المهاجمين يعني حسام وفيليكس ووليد صلاح الدين طبعا وليد لاعب كبير وليد طبعا لا كنا مجموعه جميله بصراحه. كان عبد الجليل يعني عبد الجليل لحقكم ولا عبد الجليل محمد عبد الجليل جه في السنه اللي انا جيت وهو مشي يعني هو مشي في السنه دي. انا كان نفسي العب مع عبد الجليل كان لعيب جامد قوي قوي بصراحه بصراحه يعني من اللعيبه الكبار قوي قوي عبد الجليل. كل ما اقول له عايز اسالك سؤال يقول لي انا عارف لو الزمن رجع بيا هجيب خيمه وكنت هعسكر في ملعب التتش مش هقوم منه خالص. لا هو لو كان عبد الجليل طبعا يعني اثر في حق نفسه كتير لكن قوي. كان لعيب كوره لا ما يكررش. انا شايف ان هو وعلاء ميهوب في نص الملعب كانوا حاجه غير طبيعيه في الاجيال يعني اللي انا بحبها. نص الملعب ورضا عبد العال انا كنت احب العب مع رضا قوي ووليد يعني الاثنين كانوا حاجه مش طبيعيه كانوا بيوصلوني للجون زي ما انا عايز. رضا لا رضا كان فظيع قوي في الحاجات اللي هي اللي يعني هو حتى مشترك في الجون اللي جه ده عاملها مشير حنفي على فكره رفع لك الكوره دي. اللي جاب مشير رفع مشير رفع الكوره هو اللي رفع الكوره دي. كنا بنلعب الشباب السعودي هناك كانوا هم كسبانين 1-0 في استاد الملك فهد ورضا خد الكوره ومشير بقى كنا كنت عايزين كنت مصمم على الشنب انت برضو شويه والله كنت عايز احلق منك وقت خلي بالك والله الناس اللي ما رضيتش. تخيل اقول لك حاجه مره كنا في امم افريقيا 96 كان معايا واقف كده بقى بعمل دقني بقى قاعدين هناك في المنتخب وانا بعمل كده رحت مطير حته من الشنب كان معايا محمد صبري بتاع الزمالك فطارت حته من الشنب فوقف وضحكوا عليا طب هنزل ملعب ازاي وحته طايره ورحت حالق شنبي. فالماتش ده نزلت المباراه دي وبتاع لقيت لك الناس في الشارع لا انت بشنب احلى انت كنت بتجيب اجوان انت بشنب وبتاع لقيت لك قلت لهم انا كنت بجيب اجوان بشنبي وانا قوتي بشنبي. والله الناس اللي رفض ان انا احلى رغم اني كنت شايف ان هو كان مكبرني يعني. لا بس كان ايام كانت جميله بتاعتنا وكان لعيبه. بس ايه الكروس اللي عامله مشير ده؟ ده كروس يعني مش بتاع مساك. انت عارف لما قلتليش مشير والله ما هصدق ان ده مشير. بص الاول ده الجون ده اللي معروض ده في الاتحاد السوري اللي اداني الجون ده رضا عبد العال. لسه بقول لك رضا انت السبت على طول كان لسه على طول كان لسه المباراه بادئه وكسبنا الماتش بالهدف ده. بص رضا حطها لي وانا يعني طوحت بطن رجلي في الضيقه. بيرقص نفسه لما لا رضا 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 كان لعيب كبير قوي 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 بصراحه وكان يقول لي انا هديك كوره انت جون او كورتين. ذكي ذكي يعني رضا عبد العال لعيب صايع باللغه بتاعتنا كده صايع صايع. بصراحه انا ما شفتش لعيب كوره زي رضا عبد العال. دي حقيقة. لعيب كوره عالي جدا. دي حقيقة. يمكن الماتش اللي هو الثاني اللي انا بجيب الكوره من الشبكه ده اللي مشير رفع لي الكوره كان في ماتش الشباب وده كان هدف التعادل. جون جميل قوي. الفرقه دي كانت فرقه كويسه قوي فرقه الاتحاد السوري. على فكره انا كنت هدرب الاتحاد السوري من قريب الشهر اللي فات ده وكلموني وكنت قريب منهم يعني ايه اللي حصل؟ ما فيش والله يعني هم ناس محترمه جدا رئيس النادي راجل محترم قوي كلمني وكان قال انا عايز ابعت لك العقد بكره واخلص معاك. راجل كان محترم وكان جدي جدا لكن انا تمسكت ان جهازي يبقى معايا جهاز بتاعي فكان العائد المادي يعني كان محتاج ان هو يعني تمام. هم عندهم سبونسر فكان عايز يقعد مع السبونسر بتاعهم او الراعي ان هم يزود عشان الجهاز بتاعي فما موفقش في دي فكان الراجل يعني كان يعني اعتذر لي وهو يعني كان حابب ان انا اكون موجود وانا كنت حابب ان انا اكون معاهم. احنا ليه بنرتبط بالاجهزه بتاعتنا؟ انا هقول لك انا وجهه نظر انا الشخصيه قول انا نجاح احمد كشري في الملعب واللي بعمله في التدريب ده اساسه الجهاز اللي معايا. تمام. انا مؤمن جدا بالتخصصات بمعنى ايه انا دارس احمال ودارس كل حاجه في النواحي البدنيه لكن والنفسية. مش هتبقى زي حد متخصص لكن في الاحمال انا بحب جدا ان انا اتفرغ في النواحي الفنيه اكتر ده صح لان الشغل البدني
انا بعمله كويس وواثق الحمد لله ونجحت فيه في انديه وانا ماسك، بس بياخد مني كتير. هياخد من تفكيرك كتير جدا. بالظبط بالظبط. فانا النهارده ما يكون معايا راجل معد بدني كويس بثق فيه ويشتغل الشغل من خلالي برضو، اللي هو احنا بنرتب مع بعض، لان الشغل بيبقى مترتب على بعضه، واكون باثق فيه، ويكون الجهاز المعاون اللي معايا انا باثق فيه، المدربين اللي معايا، لان المدرب العام اللي معايا لازم يبقى عارف شغلي. لما اجي النهارده هقول له انا نازل اعمل النهارده تحمل اداء، تمام. نازل اعمل النهارده هنعمل شغل مثلا تخصص كذا، هنعمل كذا، تمام. لو هو مش عارف اميده وشغال معايا، لا لا تمام، يبقى انا اللي هنزل، انا بسالك السؤال، وانا اللي هرص الملعب، تمام. وانا اللي اعمل كل حاجه، والناس الجهاز اللي معايا كله هيقف يتفرج عليا، يبقى انا اللي بعمل كل حاجه. فانا مؤمن جدا من الناس اللي معايا، الاستاف بتاعي، زائد ان احنا لما بنقعد مع بعض انا من المدربين اللي ممكن اقعد اسال ميدو شايف ايه، ممكن نبدا بمين، واسال الجهاز اللي معايا، وفي الاخر تاخد قرار، انا اللي باخد القرار بالزبط. واشوف الناس دي عايشه معايا شايفه اللعيبه او مركزه معايا، وممكن اصغر مدرب يلفت نظر للحاجه انا مش واخد بالي منها، بالزبط. فده مش عيب، بالعكس. فلا جهاز المعاون ليا. معاك مين يا كابتن؟ معايا الكابتن احمد رجب طبعا، نجم النادي الاهلي، الباك رايت بتاع النادي الاهلي، ومعايا على طول. معايا كابتن شريف شعبان، مراسل بتاعكم، الله 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 الله. شريف كان معايا مدير كوره في نادي الترسانه، ويمكن انا حط شريف. شريف شخصيه جميله جدا، جميل شريف قوي. على فكره ذكي جدا جدا في المجال ده. شريف مجال مدير الكوره بيعتمد رقم واحد على الشخصيه والعلاقات. طب ايه اللي حصل في الترسانه بقى في الماتشين الاخر؟ حلو بجد يعني. انا ازاي انت، انا الناس كلها لسه، والله يا ميدو بص الناس كلها ايه لسه بتسالني، الناس عماله تسالني ازاي. ايوه ازاي. انا هقول لك بامانه يعني، الموسم ده بتاع الترسانه من احسن المواسم اللي يعني كان معايا فيها فرق الكوره، فرقه كويسه جدا، تمام. كان عندنا مميزات كتير قوي الحمد لله، بنلعب كوره احسن من اي فرقه، بنلعب كوره دوري ممتاز، تمام. كان كل الناس بيقولوا لي انت مشكلتك ان فريقك دوري ممتاز، بتلعب كوره دوري ممتاز، تمام. ده في البدايه. احنا اقوى خط دفاع على مستوى الثلاث مجاميع، مجموعه القاهره وبحري والصعيد، تاني اقوى خط هجوم. الفرقه بتاعتي ماشيه الدور الثاني كمان متصدره على طول. جينا اخر ماتشين اللي هم يعتبر القناه والنصر، كان القناه بينافس معانا وبيلعبني في ملعبي، من اول ثلاث دقايق كره في العارضه، بعديها بربع ساعه كره في العارضه، بعديها الشوط الثاني عمر طارق كره في العارضه، انفراد ضايع، حكيم في 6 يارده، عارف ماتش غريب غريب لدرجه وقفت قلت في ايه؟ يعني معقوله قافله كده والكره تبقى داخله الجون وضيعنا اكتر من 7-8 جوان واحنا راكبين الماتش؟ فما كانش في توفيق للامانه، لكن جيم عملنا جيم عالي جدا ومسيطرين على المباراه، يمكن بنسبه مثلا نسبه 80-90% احنا مسيطرين طول المباراه، اكسب على الاقل 2-3، ما وفقناش بصراحه، ودي يعني 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 ضايقتني. وحاجه تانية اللعيبه احيانا، بعض اللعيبه لما بتيجي بقى في الضغط اللي هو خلاص بقى انت بتيجي في نهايه بتروح منك شويه، بتلاقيها مش في نفس المستوى، ودي انت ما بتعرفهاش الا لما بتعيش التجربه او بتشوف الموقف. ففي لعيبه بتيجي في المباريات الصعبه بتلاقي المستوى بتاعه بينزل لانه هو مركز زياده عن اللزوم او صح خايف زياده صح عن اللزوم. صح. برضو نفس الوضع، لعبنا بعديها النصر على ملعبي، انا كسبان النصر في ملعبه، كسبانه كان كسبني الشوط الاول 2-0، كسبته الشوط الثاني 3-2، فجاي لعبني في ملعبي. نادي النصر او كابتن سيد عيد من المدربين، كنت بحلل المباريات في الدوري الممتاز، بحلله المباريات من خلال القنوات، ما بيدافعش دايما بيهاجم، ما حتى هو كسبان ما بيعرفش يلم الخطوط، فساعات كان يبقى كسبان 2 والنتيجه دي حقيقه. بيلعبنا انا من على ال 18، ما خرجش بره ال 18 90 دقيقه، وهو مش عايز حاجه من المباراه، هو قعد، هو كان قبليها بماتش قعد المباراه اللي ففرقه واقفه بتدافع على ال 18 وانت عمال يعني ضغطه من 90 دقيقه، هو ما راحش الجوني حتى ما عداش نص الملعب والدنيا مخنوقه واللعيبه عندك مشدوده مع الجمهور معمى، فتحس ان احنا جينا في الاخر ما كانش في توفيق. فانا ما فيش توفيق وما فيش صبر، احنا ممكن نجيب جون في ثانيه، ما هي كتر الكوره لا هي الكوره بصراحه للامانه اللعيبه الامانه اللعيبه تحط كوره تيجي في العارضه في العارضه في العارضه في العارضه، تبقى كوره ايه داخله وانفرادات وفي 6 يارده. عايز اصبر السنين يا كابتن، وده صعب. بص ميدو، انا كان عندي مشكله في حته المهاجم الصريح من اول السنه، كان معايا سيد حمدي
نجم النادي الاهلي كان بيلعب معايا، لعب معايا كم ماتش، سيد لعيب كوره عايز ينزل وعايز يروح على الجناب. سيد مشي معايا كويس في البدايه وجاب لي جوان، فجاله رباط صليبي في يعتبر في البدايه في اول ربع الاول من الدوري، فما لعبش معايا. بعد كده جالي لعيبه بعد كده عندهم في لعيبه فيهم لعيب الكوره، بس انا كنت محتاج المهاجم القناص اللي هو بقى في يجيب جول. انا لو كان معايا مهاجم يجيب جول انا كنت فرقت على الفرقه دي، اطلع قبل الدوري ما بدليل كمان ان انا يا ميدو كسبانين فرقه اف سي مصر، ده انا كسبانه. انت لسه زعلان؟ طبعا لسه زعلان، لان احنا فرقتنا كانت احسن فرقه للامانه، كنا فرقه كويسه جدا جدا وعناصر ان شاء الله تعوضها. لا لا خير، لا هي إيه تجارب والحمد لله. بص يعني انا بحمد ربنا لما بروح في مكان على الاقل يعني بنعمل حاجه كويسه. كنت دايما اكلم شريف يقول لي والله العظيم احمد كشري حته مدرب يا ميدو، احمد كشري بيشتغل شغل لا مدرب كبير والله العظيم. انا انت عشان ذكرت بس شريف شعبان، الله يخليك. لا لا ان شاء الله تلاقي تعبك. لا لا ان شاء الله، لا شغلانه صعبه قوي جدا، شغلانه صعبه. وبعدين انت اللي بتشيل الليله كلها. عارف المشاكل كلها كل حاجه، بس ان شاء الله خير وربنا يوفقهم. نادي الترسانه معاهم رئيس نادي راجل محترم الحاج طارق السعيد للامانه، ومجلس اداره محترم، ومعهم الكابتن علاء ميوب بتمنى له التوفيق. كابتن علاء نجم كبير ويعني من الناس اللي انا بحبها جدا، ربنا يوفقهم ان شاء الله يكون سنه صعود باذن الله. ان شاء الله باذن الله باذن الله. تعال ارجع لمباراه القمه، الناس مستنيك بقى تتكلم في مباراه القمه. كان معايا مشير امبارح بقول له مباراه القمه، انا كل المباريات اللي لعبناها كسبناها. انت عارف مشير بيتكلم بطبيعته وانا قاعد ميت هنا من الضحك. ناس احنا كل الماتشات اللي لعبناها كسبناها، مفيش ولا ماتش حتى. فانت كان بالنسبه لك برضو الموضوع ايه؟ هو مشير بيتكلم على الفتره اللي احنا كنا فيها في الاهلي، فعلا احنا كنا على طول متفوقين على نادي الزمالك. يعني انا مع النادي الاهلي اربعه دوري، خدت الاربعه دوري، اربع سنين خدت الاربعه دوري. كل مباراتنا كسبناها، يمكن الزمالك ما فيش يمكن هي مباراه اللي تعادل معانا فيها، اما باقي المباراه كلها كانت مكسب لينا رايح جاي. فده يعني تاريخ النادي الاهلي، عمله اجيال واجيال واجيال، واحنا من ضمن الاجيال اللي ساهمت في ما شاء الله في الكلام ده. لكن طبعا المباراه، كل مباراه بيبقى ليها ظروفها اكيد. المباراه طبعا المباراه بتاعت كاس السوبر دي انا شايف ان هي ليها يعني مختلفه شويه. ليه؟ اتنين مدربين جداد، بقى في فكرين مختلفين عن الاول. الماتشات اللي قبل كده تمام، خلاص المدرب مدرب الزمالك اذا كان حتى خالد جلال عارف كان لاسارتي والدنيا يعني واضحه. النهارده لا، في فكرين مختلفين، مدرستين مختلفين، في دوافع جديده، في بدايه موسم جديد، في بطوله، في بطوله بتبني عليها الموسم بتاعك ايا كان، حتى لو ما جاتش بس بتديك دفعه قويه. فانا شايف ان النادي الاهلي المدرب الجديد مع النادي الاهلي فايلر، يعني انا شايف ان هو بيعمل حاجات كويسه. اللي انا سامعه عنه يمكن المباراه اللي فاتت التشكيل بتاعه تشكيل كويس، عنده توازن، وان كان هو لسه ما تعرفش قوي على النادي الاهلي. ومش عايزين نظلم الراجل، الناس برضو جماهير النادي الاهلي بتحب الاهلي قوي. ايا كان النتيجه ما نحكمش، ما نظلمش على الراجل، ان الراجل لسه في البدايه بالظبط. لكن البدايه، لكن المؤشرات كويسه، فاذا كانت المؤشرات كويسه يبقى احنا نديله الدفع. هو المباراه الافريقيه اللي فاتت اشتغل فيها التوازن كويس، ادى للعيبه اللي انا ملاحظ فيه، ودي حاجه كويسه، اللعيب اللي بيتمرن معاه كويس وبيجتهد بيشتغل معاه في الملعب، بيشتغل معاه، بدليل اشراكه لاحمد الشيخ المباراه اللي فاتت. احمد الشيخ دخل مع النادي الاهلي في اللحظات الاخيره تمام، معنى ان هو الراجل بياخد من الملعب، دي حاجه كويسه قوي، دي بتدي طاقه وتدي للعيبه اللي موجوده كلها احساس ان الراجل ده فير مع كل تمام. ان الراجل ده هيديك حاجه تمام. فكده انت ممكن تعمل دوافع للعيبه اللي هي بقى لها فتره ما بتشاركش بصفه اساسيه. اعتقد ان من خلال المباراه اللي فاتت ان هو عنده توازن كويس جدا في الحته، بيدافع كويس وبيهاجم كويس وبيدي، وبدا يعرف او بيتعرف على اللعيبه المميزين عندنا في النادي الاهلي. لكن التشكيل بتاعه المره كان تشكيل كويس، تغييراته كانت كويسه وفرقت مع النادي الاهلي في نزول وليد وصلاح واحرازوا الاهداف. ان شاء الله تبقى مباراه كويسه للنادي الاهلي، واتوقع تشكيله مش هيبعد يعني قوي يعني عن، وان كان وجهه نظر ان رامي ربيعه هيبقى ليه دور في الماتش ده. ممكن يلعب؟ ممكن بعد الغياب ده كله؟ ممكن. السرد باك بالذات يا ميدو لما بتبقى عندك مشكله في الحته دي بتلجا دايما للعيب اللي بتثق فيه.
او اللعيب اللي كان حاجز مكانه. يعني ما تقولش ده بقاله فتره وبتاع وانا في السرد باك. ليه؟ لان رامي ربيعه كان الفتره اللي فاتت كان مش كويس قوي مع الاهلي، وانا سامع انه بيتمرن، فممكن يكون ليه دور. انا وجهه نظري يعني ان انا شايف الحته دي محتاجه يعني فيها برضو خبرات شويه، محتاجه فيها حد حافظها، عندها توازن شويه في المباريات الكبيره. هو تدريب الاهلي صعب يا كابتن؟ تدريب ليه صعب من ناحيه ايه؟ ما انا بسالك. بالعكس، انا شايف ان تدريب النادي الاهلي وجهه نظر انا مش صعب خالص، بالعكس. يعني انا شايف ان كل حاجه متاحه ليك، مجلس اداره في ظهرك، امكانيات على اعلى مستوى، لعيبه افضل لعيبه في مصر، جمهور، جمهور احسن، جمهور اكبر، جمهور على مستوى الوطن العربي كله. بالعكس انا بقول لك يا ميدو بجد، النادي الاهلي يمكن انت سالت سؤال يعني امنيه اي مدرب في الدنيا ان هو يمسك النادي الاهلي، لان انا شايف الادوات وعوامل النجاح كلها موجوده، كلها موجوده طبعا. انت بس يعني تعالى انت بس يعني وظف اللعيبه. بص، هي بترجع ليك انت بقى طبعا، يعني معلش شخصيتك بس. بدل انت مدرب فير بتعرف تتعامل مع اللعيبه الكبيره وبتعرف تخلي كل لعيب يبقى يدي اللي عنده في الملعب ويقف عند حد في وقت معين، وليك شخصيتك اللي تخلي اللعيبه تحترمك وتخاف منك، خلاص. يا سلام بقى لو مبدع، يا سلام بقى. والله دي بقى يا ميدو دي مبدع، تكسر دي الدنيا، دي مبدع بقى، دي يعني دي لازم الناس اللي تحسها. مين المدرب اللي عنده ابداع، عنده فكر؟ لا، في ناس انا ما بقعد اتفرج على مدربين على مستوى العالم، لا انا بقول المدرب ده عنده فكر، المدرب ده كويس طبعا. وفي ناس تقعد تتفرج يقول لك ده بيكسب، لا في مدرب بيكسب بس ما عندوش ابداع، ما عندوش فكر، هيقع. وانا اتوقع والكلام ده بقوله ان شاء الله فايلر هينجح مع النادي الاهلي يا رب. واعتقد ان هو يعني ممكن يكون بيحضر، والمباراه دي لازم تحضر لها حاجات مختلفه. ايه حاجات مختلفه؟ مش حاجات تغير في التشكيل، حاجات مختلفه تشتغل على الكور الثابته، تشتغل تعمل فاولات ثابته ليها شكل دي كده تبقى مدرب. انا ما بشوفش مدرب في مصر بيشتغل عليه الكرات الثابته. انا ما اعرفش ليه، ما مش عايز اقول، انا يا ريت اللي بس اللي اتفرج عندي، دي مهمه جدا. انا عايز اقول لك حاجه، الفرقه الكرات الثابته هي الحاجه الوحيده اللي بتلعب بيها المدرب الثاني واللعيبه، لان الحاجه الوحيده انت متفق على لعيبتك مع لعيبتك عليها والفرقه الثانيه مش عارفاها، فدي تبقى سهل جدا انت تجيب منها جول. انا عايز اقول لك حاجه، بتتفق على تحركات معينه، بتتفق على حاجه انا مش عارفها، ترى هيعمل ايه في الكوره. انا لازم امال انا في التمرين بعمل ايه بالزبط. انا لازم احفظ اعمل جمله، الفاول من هنا هشتغل عليه ازاي بالظبط، لازم الكورنر ده هشتغل عليه واحد واثنين وثلاثة، لو تمام. انا الفرقه دي عندها اطوال اعمل ايه، وبتاخد الكور العاليه هشتغل على الثانيه ازاي، ازاي اضرب الناس دي بفاول من بره ال18، ما يبقاش الفاول جاي لي في نص الملعب، الاقي الفرق الكبيره اللي في الدوري الممتاز بتروح عامله لك الفاول بالونه قدامه لا طبعا، لازم الكره ما كانتش تبقى من اقرب حته على الجناب لل18، مش تبقى خطيره تمام. فاعتقد المدرب اللي فاهم او اللي عايز ينجح هو اللي يعمل كلام. فايلر اعتقد ان هو هيشتغل على كور الثابته في المباراه دي، وجهه نظري يعني، ان انا شايفه هو فايلر جاي يشتغل على فكره، انا شايفه عايز يشتغل، انا شايفه وحاسه عايز يشتغل. يعني انا ضد الاسماء الكبيره اللي تيجي مصر، انت جاي يعني، انا جاي انا اسم كبير وجاي مصر، يعني الدوري المصري بتاعكو، واخد بالك؟ اكلمك بامانه ميدو، معظم المدربين اللي على مستوى العالم شبه بعض، ومش كلهم كويسين الاجانب، انا بتكلم بقى معاك بصراحه على مستوى العالم. لو قعدنا اتكلمنا انا وانت وقلنا مين افضل المدربين في العالم، هنطلع اربع مدربين او خمس مدربين بالكثير ومعروفين، اللي هو لو قلنا جوارديولا وكلوب، جوارديولا ده طلعه بره وسيميوني يعني طلع، لا 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 نتكلم في كامله مدرب عاملين مع فريقهم شكل. طب تيجي اقول لك قائمه الاهلي الاول المسافره ان شاء الله لماتش الزمالك، شريف اكرامي والشناوي ولطفي ومحمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، رمضان صبحي، وحمدي فتحي، وصالح جمعه، وليد سليمان، حسين الشحات، عمرو السوليه، مروان محسن، ومحمد مجدي قفشه، وعلي معلول، واحمد الشيخ، محمود وحيد، واحمد فتحي، حسام عاشور، صلاح محسن، جيراودو، وجونيور اجاييه، وديانج، ومحمد هاني. دي القائمه اللي مسافره باذن الله لمعسكر مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك، كل التوفيق. اسماء ايه ما شاء الله، فرقه ما شاء الله، احنا فرقه كويسه قوي على فكره ما شاء الله. احنا يعني النادي الاهلي لا عنده عناصر، عنده فرقه متكامله وفيها توازن في كل الخطوط. احنا يعني انا شايف ان احنا التيم ده تيم يعني، او المجموعه دي مجموعه كويسه، وان شاء الله التشكيل بتاعنا هيبقى كويس، والنادي الاهلي هيقدم مباراه كويسه.
يعني وان كنت اتوقع يعني بعض اللعيبه اللي ممكن تشارك في هسألك على التشكيل الأمثل من وجهة نظرك إيه في ظل القائمة اللي أعلنت منذ دقايق، لكن كلمني عن المدربين، كنت تتكلم عن المدربين. يعني أنا بقولك المدربين العالميين الأوروبيين عامة كلهم سيستم واحد، لكن مش مبدعين يا ميدو. أنا اتفرج على الدوري الإنجليزي، هو جوارديولا مبدع بس مبدع. ما احنا قلنا يعني احنا قلنا يا ميدو بره التصنيف، قلنا بصراحة إن في أربع أو خمس مدربين مميزين. يعني جوارديولا مميز جدا معروف، هيجي بعديه كلوب، يورجن كلوب، في سيميوني عامل حاله مع الانتر طريقه غير طبيعيه، مدرب توتنهام مدرب كويس بالزبط. بعد كده هتيجي تقول مين بعديه، هتلاقي نفسك ما فيش. انت بتتكلم في اربع خمس مدربين المبدعين بس المبدعين حتى مورينيو والناس دي خلاص اختفي. فعايز اقول لك ان مش اي مدرب اجنبي يبقى كويس. يعني في ناس ما يعني مش انا مش مع كل المدربين الاجانب، لكن لما اجيب مدرب اجنبي ابقى اشوفه عنده امكانياته ايه، بيعمل ايه مع فريقه، عنده مرونه اسلوب وكبت. عنده مرونه في التعامل بالزبط. مع الطرق، ولا مش يجي مدرب يقول لك انا هلعب 4-4-2 مثلا، او العب 4-2-3-1 وانا دي طريقتي. لا، انا ما اجيش اقول انا العب بطريقه ايه، انا كمدرب العب بكل الطرق، اللعيبه الخامه اللي معايا هي اللي تجبرني على الطريقه بالظبط. يعني انا ما اجيش مثلا النادي الاهلي واجي مثلا اقول ايه انا هلعب مثلا هلعب 3-5-2 مثلا، ممكن الطريقه دي ما تناسبش المجموعه دي ده أنا ممكن، لكن انا عندي المجموعه بتاعت الاهلي يناسبها الطريقه دي ودي صح ودي ودي صح ودي صح، لان انا عندي كل. لكن في فرقه تانية اروحها كل ما بعيش مع الفرقه بشوف امكانيات اغير عليها الطريقه، لكن في فرقه تانية اروحها اقول ما ينفعش معايا الطريقه دي، نوعيه اللعيبه وامكانيات اللعيبه دي ما ينفعش، لكن انا كمدرب اشتغل كل الطرق. هو المدرب الشاطر يا كابتن اللي بيتعامل حسب امكانيات لعيبته، طلع منهم احسن حاجه يلعب بيها بالظبط. وخلي بالك من خلال الاعداد، يعني انا مش محبش اتكلم على حاجه خاصه بيا، ولكن انا في فتره اعداد بمرر اللعيبه على اكتر من طريقه، بقول لهم هنلعب 3-5-2 وهلعب 4-2-3-1 وهلعب 4-3-3 واعمل مباريات وديه ومرن الاول واعملها تحسبا ان انا في الماتش حصل موقف وانا عايز اقفل عايز اعمل. فده المدرب لازم يبقى ملم بكله، لكن مدرب عنده طريقه واحده ومصمم عليها الفرقه اجبرته على كده، وده الوحيد اللي بيعملها يورجن كلوب عشان الطريقه دي اللي ناجحه مع ليفربول. عناصره كمان اللي عنده ما عندوش لعيب مبدع في نص الملعب، ما عندوش لعيب مهاري في نص الملعب، فبيلعب بثلاثه ديفندا، فدي امكانيات فرقته. عنده ثلاثه كمان وعنده ثلاثه فوق جامدين جدا ما يقدرش ان ويعني عايز اقول لك ان الطريقه مناسبه للفرقه دي بالظبط. وهو كمان يا كابتن احمد عشان نبقى واقعيين قوي، هي طرق اللعب ومسميات، لكن التكاليف للعيب بقى في الملعب هي دي الشغل بتاعك. الله ينور بس عليك. لكن هي طرق اللعب مسمى، انا 4-2-3 مش هشوف الفريق 4-2-3-1 على طول. انا هشوف انت مثلا انا معاك لعيب كلفتني بواجب معين هعمله، هي دي طرق اللعب الحقيقيه بالزبط. لكن انت عارف انك تاخر لعيب في طريقه مثلا طريقه زي دي، لما تاخر لعيب او تقدم لعيب انت في المسمى غيرت طريق، يعني اختلفت، لكن المهام كلها واحده بالظبط. انا النهارده في الملعب بمايل لعيب في حته معينه فيها جبهه، فدي كلها لازم تبقى مرونه عند المدرب في التعامل مع الفرق، ويبقى عارف القماشه اللي معاه ايه بيشتغل بيها، دي اهم حاجه. طيب قبل ما نطلع فاصل عشان تاخد نفسك كده والحاجه زمانها برد، انت جاي نص كم بقى والجو تلج في الاستوديو صح؟ لا الجو حلو في النادي الاهلي، الجو حلو على طول او في قناه الاهلي. طيب قبل ما نطلع فاصل، السكوت اللي في معسكر الزمالك ده جديد ولا حاسس ان في حاجه مختلفه؟ انت حاسس بسكوت كده وسكون ولا الجو عادي؟ لا ما هو في تركيز طبعا اكيد، يعني الراجل المدرب اللي معاهم انا شايف ان هو برضه مدرب كويس للامانه، الدار المباراه بتاعه البيراميدز كويس جدا، بس ما عجبتنيش المباراه الافريقيه، لان كان بالنسبه لنادي الزمالك هو دار المباراه في بيراميدز كويس بتشكيل بتغيير، حسيته عارف بسرعه امكانيات لعيبته. افريقيا دي ملهاش ملامح يا كابتن احمد، ما هي ما انت عارف ما انا بس الوم بس يعني حاجه واحده، او الحاجه اللي ما عجبتنيش طبعا هو ليه الحق في اي حاجه، ان هو جه في المباراه بتاعه افريقيا غير اكتر من عنصر في الفريق وعناصر ما بتلعبش، يعني حط مثلا ابو جبل مكان عواد، حراسه المرمى ما فيهاش لعب كتير، جه راح حاطط محمد عنتر بقاله شهور ما شفناهوش،
فحتى لو انت عايز تدي عنتر ما تدوش مره واحده. دي وجهه نظر يعني. ايه حطه في اجواء كويسه، لاعبه مع الفرقه هنا في مباراه هنا وادي له الشوط الثاني وبعدين يبدا يخش في اجواء الملعب. اللعيب لما يبعد عميده بيبقى محتاج مساعده اكيد، ما بيحتاجش ان هو يترمي مره واحده في ماتش في ملعب سيء في بتاع وتيجي تقول له العب، فممكن دي تبقى بتبعده اكتر. مش. بس لكن هو لكن الاجواء شايفها عاديه؟ لا اجواء في الزمالك لا مركزين طبعا. صح، انا شايفهم مركزين. شايف الموضوع مختلف يعني، والاعلام بتاع الزمالك هادي شويه يعني، الظاهر في تعليمات ان هم يهدوا. فلا طبعا بطوله ومن حقهم ان هم يركزوا، واحنا وانا اعتقد احنا النادي الاهلي برضو مركز، احنا طول عمرنا لينا سيستم. اكيد يا رب يا رب على خير. وانا شايف ان المباراه الاخيره دي يعني عدم إزاعيتها برضو، حتى لو في مصلحة النادي الأهلي أنا حافظ حتى لو لقطات، بس يعني الراجل عايز الدنيا لو اتقفلت، أنا وجهة نظري الدنيا لو اتقفلت على الفرقة أحسن. ماشي، كل مدرب بيبقى ليه وجهة نظر، لكن الجمهور ليه حق انه يتفرج على لاعبته حتى لو في التمرين. بس احنا نحترم وجهة نظره. طب افرض الجمهور النهارده ليه حق ان هو يتفرج على مباراة والمباراة دي ممكن تضرني، ايه المانع؟ ما الجمهور في الاخر عايز بطولة. طالما هو شايف اسباب نجاح احنا نحترمها جدا جدا. انا بقول لك الجمهور بيستمتع بالتمرين. انا في مباريات كنت الجمهور بيقعد يتفرج عليه، في مباريات معايا السنه اللي فاتت كانت بتزعل مبارياتي كلها، في مباريات قلت لا مش هذيه عايزها في العفريه الفرقه كلها. اي نعم احنا كتاب مفتوح، بس المباريات بقى لما بتخش في مباريات حساسه انا عايزها في العفريه، عايزها فجاه. انا عن نفسي قلت يعني حتى انا ايه كانت بعيده عن دماغي ان هو يفكر ان انا عندي الماتش الجاي سوبر وانا هلعب بشكل وهلعب بتكتيك معين، فلا ما يشوفونيش. ماشي حلو، انا على فكره احييه على القرار ده. بالظبط، احييه جدا على القرار ده. بالظبط، خلي بالك دي حاجه مهمه جدا. ما انا قلت لك انا احب اشتغل دايما يعني الشغل كده. ايه المانع؟ اصل انا هلعب بطوله، هاخد بطوله بعديها بطوله، فانا بلعب عايز اوصل للبطوله. ايه المانع ان انا مباراه وانا مدرب جديد والراجل لسه ما يعرفنيش ومش عايز فريقي يتبص عليها، انا ليا فكر جديد، ايه المانع؟ هي مش هتتكرر كتير، بس هي اللقطه كانت عايزه في الوقت ده. انا مدرب جديد وجاي وعايز اغير في الفرقه بتاعتي، عايز اعمل حاجه وعايز افاجئ بيها الفرقه. انا كنت فاكر الاول ان هي حقوق بس، وانت عارف ان الحقوق بياخدوها. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل الكابتن احمد كشري هيحط لكم تشكيله النادي الاهلي من وجهه نظر اللي ممكن تلاعب الزمالك بكره ان شاء الله على كاس السوبر. حضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله ومنورني ومشرفني نجم مصر ونجم الاهلي وهدافه الكابتن الكبير الكابتن احمد كشري. قبل ما اقول لكم التشكيل بس هقول لكم معلومه انا اتاكدت منها، ان الكابتن ايهاب جلال هو اللي اعتذر فعلا بعد ما كان في مفاوضات وخلاص كان في يعني اتفقوا على كل حاجه، لكن اللجنه او اللي متولي المفاوضات كانوا معترضين على التشكيله بتاعت الكابتن ايهاب جلال وتحديدا مصطفى كمال وحمد ابراهيم. مصطفى كمال لعيب دولي، مصطفى كمال مرن في انديه كبيره زي الزمالك زي انبي زي المصري، كمان حمد ابراهيم ماشي مع كابتن ايهاب جلال في نجاحاته. لسه كنت بتكلم مع احمد كشري الكابتن احمد كشري النجم الكبير ودلوقتي مدير فني كبير، بيتكلم قد ايه الجهاز الفني المعاون هو سبب من اسباب نجاح المدير الفني، عشان كده الكابتن ايهاب جلال تمسك بجهازه الفني وقوبل تمسكه برفضه كمدير فني للمنتخب المصري ويتولى المسؤوليه الكابتن حسام بدري. كل التوفيق للكابتن حسام بدري. قول لي بقى تشكيله الاهلي، ولا عايز تعلق على حاجه؟ عايز اعلق بس تعليق. انا عارف انت شويه قلت لك ايه بس على السريع. قول لي. قلت لك مش المدرب الجهاز المعاول ايه اهم حاجه؟ بالظبط، وانا قلت مع احترامي يعني. طب ما مصطفى كمال ده لعب نادي اهلي ولعب منتخبات، وحمد ابراهيم كان نجم النادي المصري ولعب كتير. لعب معانا حمد ما كان معايا انا وايهاب جلال، كنا في فرقه واحده وكان نجم راجل وليه اسم وليه. ايه انا مطلوب ايه من هو مطلوب من المدرب اللي عامل معايا يبقى نجم ومش مدرب، ولا الراجل يكون بيساعدني كويس؟ طب محمد اسمه كبير. بالظبط، يعني انا ما اعرفش ليه الناس دي ما تبقاش موجوده في منتخب مصر ليه؟ بالظبط، بأمارة ايه يعني؟
ومين اللي بيجي واللي بيجي احسن منهم؟ هو انا دايما أنا وبعدين هم ادوا حريه للكابتن حسام بدري في اختياراته. طب ما معلوش مع ايهاب ليه بالظبط؟ معلوش مع ايهاب جلال ليه؟ انا بتكلم في كده، ممكن يكونوا متفقين على الاختيارات، ممكن في اسباب كتير احنا مش عارفينها في الكواليس، لكن في الاول وفي الاخر ايهاب جلال شخصيه محترمه، وحضراتكم عارفين ايهاب جلال كويس جدا. دايما احنا بنثني عليه، مش بنثني عليه عشان هو صاحبنا او قريبنا ومش قريبنا ولا صاحبنا، احنا بنثني عليه لانه راجل شخصيه محترمه، شخصيه عندها فكر فني كروي متميز جدا، شخصيه محترمه جدا كمان لنفسه، عشان كده هو تمسك بجهازه الفني اللي شغال معاه ونجح معاه. وقلت لكم ان كوبل تمسكه بالرفض كمدير فني لمنتخب مصر. كل الخير للكابتن ايهاب جلال، وكل الخير ان شاء الله للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر. قول لي بقى تشكيله عشان الجماهير مستنيه دلوقتي، تشكيله الكابتن احمد كوشه. احنا انت ممكن يعني لو انت في ايديك الامور، وجهه نظرنا، لو انت في ايديك الامور تبدا بمين؟ لا انا هقول على الوضع او الشكل الاخير للنادي الاهلي. ما طبعا الشناوي، احمد فتحي لعب المباراه اللي فاتت، احمد فتحي باك رايت، وعلي معلول ناحيه الشمال. انا يمكن ان قلت لك وجهه نظري ان لو ربيعه جاهز يرجع رامي ربيعه، لان محتاجه حد يكون تقيل في الحته دي او عنده خبرات المباراه دي. بجانب جنبه اعتقد محمود متولي جنبه. نص الملعب يبقى سولية وحمدي فاتح في نص الملعب. على الطرفين هيلعب رمضان صبحي، وجهة نظري حسين الشحات وقفشة في النص، وصلاح محسن. تمام، يعني ده انسب تشكيل للنادي الاهلي. يعني للنادي انا شايف ان ده التشكيل ده افضل، وعنده التغييرات طبعا، عنده وليد سليمان، عنده العناصر اللي هي عديت مهمه جدا جدا، التغييرات مهمه قوي، عنده عناصر كتيره مميزه، لكن انا شايف ان التشكيل ده هيبقى تشكيل مناسب في البدايه. 4-2-3-1 زي طريقه الاهلي المعتاده. انا شايف ان لان انت محتاج خلاص اتعودت كلاعب عليها، وبدل بتلعب براس حربه واحد يبقى لازم تحط صانع العاب عشان عندك طرفين لعيب الكوره اللي هو رمضان او حسين الشحات. انا شايف احمد الشيخ لعب المباراه اللي فاتت، بس شايف ان فرص حسين اكتر انه يخش مكانه وليد وده وافعه. انا ممكن ادور على اللعيب اللي عنده وافعه كبيره في المباراه يا كابتن. طبعا. خلي بالك مباراه الاهلي والزمالك دي محتاجه لعيب مركز قوي، يكون بيعرف يعمل حاجتين، بيعرف يدافع كويس وبيعرف يهاجم كويس. والدفاع في المباريات دي انت بتامن نفسك، لان انت عارف المباريات دي ما بتخرجش احيانا بسكور عالي، تخرج بهدف واحد زي المباراه الاخيره، فانت عايز اللعيب اللي بيعمل لك النواحي الدفاعيه كويس. عندك ناحيه الرايت انا شايف كده يبقى احمد فتحي، وقدامه حسين الشحات يبقى كويس جدا، ومعلول ورمضان، ومعلول وقدامه رمضان والسولية وفتحي، والسولية وفتحي، وقدامه قفشه لعيب كوره كويس، وعندك قدامه مروان محسن، صلاح محسن عنده سرعات وبيوصل الجون كتير، وانت محتاج، انا شايف ان فرقه الزمالك محتاجه السرعات، اللعيبه اللي عندها سرعات قدام، لان انا شايف برضو ان هم عندهم مشكله في العمق، عندهم الدفاعي يقدر يخترقها او يقدر بسرعاته صلاح محسن يوصل للجون كتير. فانا شايف التشكيل ده وجهه نظر الانسب للنادي الاهلي في مباراه الاهلي. انت ايه رايك؟ لا انا بسمعك، انت طبعا نجم الحلقه، لكن بتقول ان ممكن فايلر يعمل مفاجات في الكرات الثابته. لا يعني يشتغل، مش مفاجات يعني، هيشتغل عليها يعني، هيعمل فيها تركية. يبقى فيها التركيز قوي. تركية يعني يستغلها ممكن. طبعا وده المفروض اي مدرب بيروح فرقه، انت بتشتغل على كل حاجه، انت عايش المباراه كويس قوي وعارف ان المباراه دي بطوله ليك وبطولتها. سلاح كمان. سلاح كبير جدا ضربات الثابته دي، سلاح كبير جدا يا ميدو. انا كنت بكلمك من شويه، انا 70% من اجواني مع الترسانه كانت من الكور الثابته فعلا، كنت شغال عليها فعلا، فدي مهمة جدا. شوف جابت لي 70% من اجواني. صح، ما فأنا بتعمل النهاردة حاجة أنا مش عارف هتعمل فيها إيه. بقيت أجيب اللعيب اللي يناسب النوعية بتاعة الكور اللي بشتغلها، فطبعا لا مهمة، وأنت عندك من العناصر ما شاء الله اللي بتعرف تسدد كويس، اللي تقدر إن أنت عندك لعيبة عندها خبرات حافظة بعضيها، تقدر تعمل حاجات معينة في ممكن وارد. وأنا شايف إن بالضروري إن هو يبقى فيه حاجة غريبة، إن إحنا أو حاجة الفرقه اللي قدامي مش عارفاها. انا شايف معظم المدربين في الدوري المصري نمط واحد، تمام، الكورنر صريح، الفاول صريح، كله صريح، تمام. لازم اشتغل على حاجه، لازم اشتغل على حاجه. المباريات الكبيره دي ممكن تخلص بلعبه زي دي. طب لو قلت لك تحذر فايلر، تحذره من ايه؟
تقول له خلي بالك من ايه؟ فايرا حذره ان هو يمسك، حاول يمسك نص الملعب، لو امتلكنا نص الملعب عندهم النجاز اسمه نص الملعب بساس فرجاني ساسي لاعب كويس. لو احنا امتلكنا نص الملعب هنمتلك المباراه. عندهم لو في تحذير او يعني خلي بالهم من مصطفى محمد لاعب كويس قوي، فيرو كويس جدا، فيرو اتحرك كويس، بيلعب على الجون خطير، ما عارف اللي هو ملوش عادله يعني مشاكس، فكرني بعمرو زكي كده. ايوه برافو عليك. فمصطفى محمد لعيب خطير جدا، انا شايف ان هو اخطر لعيب الزمالك لو لعب. دول يمكن اهم العناصر، وفرجاني ساسي لو فايق في نص الملعب يعني بيشكل خطوره. لكن انا شايف ان الاهلي يقدر يستغل البطء اللي فيه خط الظهر من الزمالك. تمام. نادي الزمالك عنده مشكله في الحته اللي ورا شويه، عنده نجاز بيهاجم كويس قوي، برجاله واسع في الحاجات العرضيه. لكن في النواحي الدفاعيه انا شايف انه عنده مشكله، ان المرونه والرشاقه عنده قليله، يعني اي لعيب خفيف يقدر يعدي. نفس الحكايه ناحيه الشمال، اعتقد ان هم ممكن يلعبوا بعبد الشافي برضو عشان يثبتوا الحته الدفاعيه دي. فاحنا حسين ان شاء الله قادر ان هو ان شاء الله يخترق. طب سؤال ورد عليه بصراحه جدا، دوافع مين اكتر؟ لا دوافع الفريقين ماشي، يعني الدوافع متساويه طبعا، وممكن دوافع كمان اكتر للنادي الاهلي في وجود فايلر. يعني الراجل عايز ياخد بطوله، اول بطوله ليه. طب ما الراجل الثاني عايز ياخد بطوله. انا بنتكلم في واحد عايز الثاني، يمكن حط خد بطوله الكاس فبدا يعني وصل لقلوب الزملكاويه، و احنا الراجل بتاعنا اول بطوله ليه ومباراه، فاكيد الكاس دي كاس صفيحه كابتن، يعني مش يعني مش 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 حاجه بنفرح بيها قوي. لا هو طبعا احنا خلينا نكون صراحه، احنا مش هنمشي ورا كلام الناس، في الاخر هي بطوله، لكن مش زي بطوله الدوري طبعا، دي معروفه. اكيد اكيد الدوري، لا دوري في كل العالم، اللي بياخدوا دايما الفرق اللي هي الكاس بطوله طبعا، وبطوله جميله كمان، وبطوله ليها طعمها. لكن الكاس فعلا فرق كثيره بتاخده، مش شرط الفريق الاقوى في البلد، لكن الدوري هو الاهم، لكن في الاخر برضه بطوله. فاحنا كاس السوبر بطوله وان شاء الله نحققها باذن الله، وانا شايف ان لعيبه الاهلي ان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيبقى الغلبه وهنبقى كويسين. خدت كاس سوبر قبل كده؟ انا خدت مع الاهلي سوبر مصري، ما كانش بيتلعب على ايامنا السوبر المصري، ما كانش. خدت سوبر افريقيا؟ خدت مع الاهلي السوبر العربي، كنا بنلعب عربي. ده انا عربي، انا تقريبا مكسر الدنيا، انا الهداف التاريخي للبطولات العربيه ما شاء الله. وخدت طبعا سوبر عربي، خدتها مرتين. تمام. مره في تونس ومره في المغرب مع الرجاء المغربي. في تونس كانت من الافريق التونسي، وفي المغرب مع الرجاء المغربي. السوبر بطوله، بص يا ميدو، اي بطوله اي يعني. اي كاس بتلعب عليه بطوله، يعني حتى لو مباراه واحده زي دي، لا في الاخر انت خدت بطوله وبتحسب لك، والتاريخ بيقولها. فلا طبعا بطوله، ومش عايزين نقلل من حجم اي 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 بطوله. اكيد لا طبعا، احنا النادي الاهلي احنا بنجتهد، ومش كل البطولات هناخدها، بس احنا لما نادي وناخد بطوله الدوري وناخد بطوله افريقيا، انا شايف ان دول اهم. انت يعني جبت كام جول في البطولات العربيه يا كابتن؟ جايب 13 جول. 13. مين بعديك؟ بعديه ابو تريكه، اعتقد جايب حوالي 11. 11 يعني نجم كبير والله العظيم. لا الله يخليك، والله نجم كبير، كنت هداف كبير. اصعب ماتش اهلي وزمالك؟ اصعب ماتش 2-0 اللي احنا خدناه سنه 95، ده اصعب ماتش. ليه؟ قول لي. الدوري ده لو الناس بقى اللي اتفرجت علينا احنا، الدوري ده الزمالك كان بادئ كويس قوي عننا. احنا حصل في الاول شويه تعادلات، وقعنا في كام ماتش. الدور الاولاني انتهى، بنلعب اول ماتش لينا الدور الثاني، فرق بيننا وبين الزمالك 13 نقطة. 13 نقطة للزمالك. تمام. تخيل الدور الثاني ما خسرناش ولا ماتش، خدنا كل الماتشات. وكان ساعتها بالاهداف كمان، وكنا ننزل مباراة هنلاعب القناة، قلنا احنا عايزين نكسب النهارده 5، نزلنا اديناهم 5. نزلنا لعبنا الالومنيوم، قلنا عايزين 6 كسبنا. حقيقي؟ لا لا بجد. والله العظيم بجد يا ميدو، كنا بننزل نقول هنكسب، عايزين نكسب كذا. ان شاء الله السكور بتاعنا، ان شاء الله نمسك الخشبه كابتن. لا يعني ان شاء الله الجيل ده باذن الله ان شاء الله يفرح مصر، يفرح جماهير النادي الاهلي، والنادي الاهلي باذن الله مع مجلس ادارته وكابتن الخطيب ان شاء الله باذن الله نجيب البطوله دي، وتبدا بقى يمكن
معلش هي الفترة اللي فاتت كانت صعبة، بس إن شاء الله هتفرج يا رب وناخد البطولة دي وتبقى. الفترة اللي فاتت كانت مستحيلة والله العظيم، الله يكون في عوننا بصراحة. لا يعني كانت مستحيلة جدا وأنا ما بحطهاش في الفترات. الله يكون في عونه كابتن كتير يعني. الظروف كانت صعبة ساعات بتزنق قوي، وإن شاء الله تفرج. اللي حصل عمره ما حصل ولا هيحصل تاني إن شاء الله. في احنا السنه اللي فاتت فرقه 16 و17 لاعب بيتصابوا من الفرقه ده، كل حاجه كانت ضدك السنه اللي فاتت. لا ان شاء الله السنه دي ان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله، والنادي الاهلي كبير وناخد البطولات كلها ان شاء الله، وتبقى بدايه ان شاء الله قويه من بدايه الموسم بالكاس ده ان شاء الله. اخر سؤال هساله لك قبل ما اختم مع حضرتك، مؤمن زكريا والملحمه الجماهيريه اللي حصلت في حب مؤمن زكريا والتفاعل الرهيب والعظيم اللي حصل بين كل الجماهير لدعم مؤمن زكريا. مؤمن زكريا لعيب كبير، وانا يعني سعيد ان وده الطبيعي النادي الاهلي بيعمل مع اولاده كده. مؤمن ادى النادي الاهلي، والنادي الاهلي اداله كتير، وعمر النادي الاهلي ما بيتخلى عن ابنائه، دايما النادي الاهلي بيقف ورا اولاده اللي فرحوه وعملوا معاه حاجات كتيره. فمؤمن يعني ده اقل حاجه ممكن ان احنا نسانده. ومؤمن لعيب محبوب ولعيب هداف ولعيب ليه تاريخ، والنادي الاهلي بصراحه المواقف اللي عملوها كابتن خطيب والدعم الكبير اللي عملوه له الفتره الاخيره دي، ده يدل على ان النادي الاهلي في ايد امينه، وان الاداره ما بتتخلاش عن ابنائها. وبتمنى له طبعا من كل قلبي الشفاء ويرجع احسن من الاول، وان شاء الله باذن الله كده يرجع يحرز لنا اهداف وما نشوفش حاجه وحشه في اي حد من ابناء الاهلي او من نجوم الاهلي اللي اسعد جماهير النادي الاهلي. يا رب ان احنا يعني بجد ربنا يخلي النادي الاهلي يعني عاملين اسم كبير وعاملين حاجه. ف طبعا نتمنى دايما النادي الاهلي يكون في دايما في مقامه اللي هو المرتبة الأولى دايما على مستوى الوطن العربي وأفريقيا. فلا يعني حاجة جميلة من إدارة النادي كابتن محمود الخطيب، وربنا يوفق مؤمن ويشفيه ويرجع أحسن من الأول. يا رب يا رب. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ونورتني وشرفتني، وكنت مبسوط جدا بالكلام معاك، وإن شاء الله تنورنا وتشرفنا على طول، وإن شاء الله تمسك فرقة يعني تبقى أحسن فرقة في الدنيا. ربنا يخليك يا حميد، وأنا سعيد إن كنت معاك هداف كبير. ربنا يوفقك ربنا يخليك، وسعيد إن أنا في قناة النادي الأهلي. شكرا ربنا يخليك، نورت وشرفت. شكرا. دي كانت فقرتنا مع النجم الكبير الكابتن أحمد كشري نجم الأهلي وهدافه. بعد الفاصل هيكون معاكم زميل عزيز محمد سعيد وضيوف الكرام. ما تنسوش بكره جماهير الاهلي والزمالك، كل الجماهير. احنا اتفقنا ان كل الجماهير هي الخط الاحمر، والجماهير هي الحقيقه الوحيده في الرياضه بصفه عامه. كل الدعم لكل الجماهير، وعايزينكم ترجعوا تنوروا كل الاستادات بشكل كامل، مش ب 4500 بس، اهلي زمالك اسماعيلي ايا كان، عايزين كل جماهير ترجع تنور للسادات. عايزين زي ما احنا بنعمل على طول في الدقيقه 20 والدقيقه 74 كمان في الدقيقه 8 لدعم مؤمن زكريا، ننور الاستاد كله. كل التوفيق للفريقين، ان شاء الله الاهلي هيكسب بكره باذن الله. اشوفكم على خير وتصبحوا على خير، ومحمد سعيد بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله. فقره مهمه جدا لانها فقره بتتعلق بالحديث عن الاعلام والصحافه، ودور الاعلام والصحافه في الوسط الرياضي، ووجهات النظر والرؤى في الاحداث الرياضيه الاخيره المصريه، او حتى استعدادات الانديه في البطولات الافريقيه، او بالاخص مباراة السوبر المقرر إقامتها غدا إن شاء الله بين الأهلي والزمالك على استاد برج العرب. لذلك في هذه الفقرة بيشرفني أن يكون معايا ضيف مهم جدا، له خبرات طويلة في العمل الصحفي، وبالتأكيد متابع جيد جدا للشأن الرياضي المصري، دكتور إبراهيم داود، مدير تحرير مجلة أو جريدة الكرة والملاعب. دكتور إبراهيم منور الدنيا وأهلا بيك. أهلا بيك يا أستاذ محمد، أنا سعيد أن أنا بلتقي بيك النهاردة. أنا أسعد يا فندم، وفرصة عظيمة أن ألتقي بيك النهاردة، لأنك ليك خبرات في الوسط الرياضي بشكل كبير، وعاصرت قرارات كتير بتتاخد سواء في تعيينات أجهزة فنية بالنسبة للمنتخبات، أو حتى دور الاتحاد في الفترات الأخيرة، وأيضا كمان مباراة السوبر. في عندنا أحداث كتيرة، تحب نبدأ من مباراة السوبر ولا
آخر قرار متعلق بتعيين جهاز فني جديد لمنتخب مصر؟ باعتباره أنه هو حدث حصل منذ ساعات قليلة، اللي هو اختيار المدير الفني للمنتخب الوطني، واللي جه على عكس التوقعات كلها. تمام. بغض النظر ان هو ابن النادي الاهلي اولا واخيرا يعني، وده شيء بيسعد كل الاهلاويه، اختيار كابتن حسام البدري كمدير فني للمنتخب، لكن الاختيار نفسه شابه العديد من علامات الاستفهام، خصوصا بعد ما سرب في الايام الاخيره ان الكابتن ايهاب جلال هو اللي جاي، بل بالعكس ده قالوا ان هو في شيك طلع ب 3 مليون جنيه الشرط الجزائي، الشرط الجزائي، وبدات بورسعيد يعني تبتدي تعمل حسابها ان في مدير فني جديد جاي، وبداوا مفاوضات يعني حتى مع اسماء عشان ما نحرجهاش، واحدهم او اثنين وافقوا على تدريب المصري بمجرد ما اعلان ايهاب جلال كمدير فني. القصه انها تتسرب بالليل امبارح لبورسعيد بس ان ايهاب جلال اعتذر عن تدريب المنتخب، فتخرج مظاهرات حافله في شوارع بورسعيد تحتفل ببقاء ايهاب جلال كمدير فني، وكل الناس راحه في سكه ايهاب جلال كمدير فني، لكن هذه سربت كما سربت الى الاعلام والى الراي العام ان ايهاب جلال هو القادم لاداره المنتخب. نكتشف ان في بورسعيد وحدهم الذين اعلنوا ان ايهاب جلال سيحزم حقائب الرحيل هم ايضا الذين يظهرون الفرحه ويظهرون السعاده ان ايهاب جلال باقي معهم حتى اشعار اخر يعني. ده بيؤدي او مؤشر كبير جدا، وده اللي انا قلته منذ الاعلان عن تشكيل هذه اللجنه ان هي هتدير الكره المصريه، قلنا ان هم يعني ناس افاضل كلهم، ناس يعني قد يكون لهم خبرات إدارية ولكن مش مجال التخصصي مجال كرة القدم، يمكن باستثناء كابتن محمد فضل في يعني خبراته اللي كانت في النادي الأهلي أو خبراته في إدارة في إسناد لمهمة إدارة بطولة الأمم الأفريقية. بس بالعكس يعني أنا شايف كمان وجود دكتور جمال محمد علي. الدكتور محمد جمال محمد علي راجل خاض خبراته أكتر، خاض هو راجل أكاديمي وانا مرة. يعني انتصر ليه يعني انتصر له او لاي اكاديمي، لكن انه حتى في مجال التدريب لم يكن له بصمات واضحه قوي يعني لدرجه ان هو يكون مشارك في اختيار مدير فني منتخب. نحن لم نسمع عن الدكتور جمال محمد علي برغم انه قيمه علميه كبيره، وهو عميد كليه التربيه في احد جامعات الصعيد يعني، لكن في نفس التوقيت لم نره في اي لجنه فنيه موجوده، لم نره انه استطاع ان يدير فنيا فرقه من فرق المقدمه، لم يخرج الى الخارج في تجربه احترافيه انه خاض من التدريب حتى يكون هو مؤهل للحكم على اختيار. يعني لما بنقول مثلا لجنه التخطيط لكره القدم في النادي الاهلي فيها قيمه وقامه كابتن طه اسماعيل ومن معه كابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو، ثم هذا العملاق الكبير كابتن محمود الخطيب ان يكون هو المشرف العام او بوصفه رئيس النادي، لا الموضوع مختلف يعني. احنا بنتكلم في ناس كويره بالبلدي كده، كويره، مين الكوير اللي موجود اللي هو ممكن كابتن محمد فضل مهاجم هائل وخبرات اداريه اكتسبها من النادي الاهلي لا غبار في ذلك، ولكن ان هو يبقى مؤهل لاختيار مدير فني لمنتخب مصر، ثم فكره طرح الاسماء كلها وجس النبض عليها. طب التسريبات اللي خرجت دكتور ابراهيم، يعني في تسريبات زي ما حضرتك ذكرت كابتن ايهاب جلال، كابتن حسام حسن، ثم كابتن ايهاب جلال من تاني، وابتعاد اسم الكابتن حسن شحاته وكابتن حسام البدري، هو لا محاله ان كابتن ايهاب جلال كان قادما لا محاله. هل التسريبات كانت صحيحه؟ ايوه التسريبات كانت صحيحه، والشيك بالشرط الجزائي كان صحيحا، وكل ده ومفاوضات اداره المصري مع، انا مش عايزين نقول اسماء المدربين يعني اسماء المدربين اللي هم توصلوا معاهم لمرحله متقدمه الى لمرحله حتى اختيار اسم بعينه ان هو جاي يدير فنيا النادي المصري مكان كابتن ايهاب جلال. مكان الكابتن ايهاب جلال كل ده مش حلم ولا خيال ولا 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 مجرد ممكن يخرج تسريبات. مسؤول في الاتحاد يقول لك ما هو الاتحاد ما صرحش بشكل رسمي ودي اجتهادات صحفيه. يا فندم انت بتتكلم في مستقبل ومصير، انا بقول لك وجهات النظر التانية، مستقبل ومصير فريق، فكان لازم يختار ان مديره الفني هيتسحب منه عشان بيتولى منصب رفيع جدا وهو المدير الفني للمنتخب الوطني، فبالتاكيد لازم يبقى النادي المصري عنده خلفيه عندها عشان يبتدي على الاقل. كابتن ايهاب جلال قال لهم
او الكابتن ايهاب لا ده في اتصال مباشر بين رئيس النادي وبين اللجنه. تمام. هذا واضح لا مح يعني لا مش محل شك حتى يعني. طيب احنا النهارده لما يحصل جس نبض على الكابتن ايهاب جلال 48 ساعه ويبتدي يسال، حتى انا سمعت في كنت متابع بالامس قناه النادي الاهلي وحتى اراء الخبراء الكبار العظام اللي كانوا مع الكابتن اسلام الشاطر ومن قبلهم وفي برامج اخرى، ايه المعايير اللي تم عليها اختيار كابتن ايهاب جلال؟ ده سؤال طرح امبارح في كل وسائل الاعلام ومن قبله ب 24 ساعه لما وصل للجنه ان يعني الدنيا مش ماشيه صح قوي يعني مفيش تهليل او مباركه كبيره الاختيار او اريحيه حتى في الاختيار. كان لابد من ايجاد بديل، وانا برغم قيمه وقامه الكابتن حسام البدري يعني، لكن انا ما يعني كنت اربأ به ان يكون بديلا في اللحظات الاخيره. لا ده انت حسام البدري برضه وانت ابن النادي الاهلي وانت حققت بطولات كتير مع النادي الاهلي يعني. اذا هل تعتقد دكتور ابراهيم، حضرتك بتقول كلام مهم جدا وكلام مبني على معلومات، تمام، مش وجهات نظر، لا مش وجهات نظر ولا اجتهادات، بالظبط كده ولا اجتهادات، لكن فكره ان يكون الكابتن حسام بدري اخر اختيار بعد كابتن ايهاب جلال او الكابتن حسام حسن. بص المعلومات اللي عندي ان هو تم استبعاد قيمه وقامه كابتن حسن شحاته بسبب السن، بسبب عامل السن، برغم ان هو كان ممكن الاستعانه به فعليا جوه الاتحاد في اكثر من منصب، ولكن حته المؤامات عشان وجود الدكتور محمود سعد في هذا المنصب ربما استبعد منه فكره كابتن حسام حسن وعلاقته بنادي الزمالك اللي هي كانت متوتره بعد الشيء، وعلاقته ب الاستاذ عمرو الجنايني وقصه لها علاقه انا سمعت ان هو كمان اجتمع بيه، رغم انه اجتمع بيه ولكن كان هناك ضغوط من المحيطين بدايره عمرو الجنايني باعتباره رئيس اللجنه باعتبار انتمائه للزمالك، فتم الاستبعاد لكابتن حسام حسن، وقيل ان هو ان السبب برضو وجود ابراهيم، الاصرار على وجود ابراهيم حسن كابتن ابراهيم حسن كمدير للمنتخب يعني. تمام. لكن هو معلوم بالضروره ان كابتن حسام وكابتن ابراهيم حاجه واحده، فهم الاثنين بيشتغلوا مع بعض ازاتين يعني ازاتين. لكن مش ده كان السبب، هي كانت ضغوط من الخارج وسببها الانفعالات اللي هي بتصدر عن التوأم من أن إلى آخر، وده طبعا مردود عليه أن القصة بتاعت الانفعالات في ماتشات دوري في تحكيم لكن حينما يرتدي عباءة المنتخب الوطني فهو أكثر من مثل منتخب مصر، ده حقيقة حقيقي يعني. فعلا ثم فكرة ميدو، ولكن كان الحكم عليه ان هو ملوش خبرات واحتكاكات كبيرة جوه الدوري المحترف كبير، لكن كل خبراته كمان وتجاربه بسيطة، فكان معلوم من البداية ان القصة انحصرت في كابتن إيهاب جلال وكابتن حسام حسن بالظبط كده، الاثنين هما كانت محصوره بينهم وكانت دائره الاختيار حتى بسبب الضغوط اللي مارسها بعض دائره المحيطين بالاستاذ عمرو الجنايني، كانت النتيجه ان هو استبعد حسام حسن وبقي ايهاب جلال. تمام. خلاص كان الكابتن حسام البدري برغم قيمته ورغم تاريخه الكبير جدا انما إن لم يكن في الصوره على الاطلاق، مش اختيار ثالث اصلا يعني، حتى لم يكن في الصوره على الاطلاق. هو ظهر في الساعات الاخيره بناء على ردود الافعال، ما انت بتندهش من ده انا طبعا. بس اصل الصيغه اللي حضرتك بتتكلم بيها وكاننا بنتكلم عن تصويت انتخابي مش معيار فني لاختيار مدير لا فني. هو ردود افعال على يعني على الراي العام استقبلت تعيين ايهاب جلال ازاي. لو كانت القصه مشيت في ردود الافعال كانت جيده او احسن من كده يعني 50% على الاقل كانت مشيت ايهاب جلال، كانت لكن سرب بالليل سرب بالليل يعني، في مشاهد حتى على الـ على الـ على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب جماهير بورسعيد بتحتفل في ساعه متاخره من مساء امس بان تم خلاص ايهاب جلال اعتذر وان هو ما بقاش المدير الفني. كانت معلومه ان تم الاطاحه او تم التضحيه بايهاب جلال مساء امس بناء على ردود الافعال اللي صدرت من وسائل الاعلام. هل كان ليها علاقه باسم الكابتن ايهاب جلال لوحده ولا بالجهاز المعاون؟ لا القصه كانت في معايير اختيار كابتن ايهاب، ما انا معلش ايه البطولات اللي حققها كابتن ايهاب جلال
عشان خاطر نزكيه كمدير فني مدير فني منتخب. انت بتتكلم لما بتختار واحد مصري بتتكلم على كابتن محمود الجوهري اللي حقق وهو لاعب بطولات افريقيا وحقق مع الاهلي بطولات دوري وكاس بعدد شعر الراس، ثم لما جه يدرب في مجال الانديه وتولى النادي الاهلي حقق معاهم بطوله افريقيا وحقق بطولات دوري وحقق بطولات كاس. ده معايير الاختيار. كابتن حسن شحاته بقيمته وقامته وهو لاعب وهو مدير فني لمنتخب الشباب ومشواره الرائع في بطوله كاس العالم، وان هو لما فكر الكابتن عصام عبد المنعم معلش الشيء بالشيء يذكر يعني كان معايير الاختيار ان ده راجل الجيل ده اللي هو دربه اساسا هو اللي موجود حاليا، فهو الاولى بادارته وهو الاولى بالتعامل معاه عن اي مدرب اخر. طب المعيار ده ليه ما اتخدش بيه وتم توجيه او ترشيح الكابتن زياد السيد او كابتن ربيع ياسين؟ لان الجيل اللي موجود ده مثلا على سبيل المثال تكوينه 90% من جهاز فني الكابتن زياد السيد او جهاز لو ان المعيار ربيع. هو انه جيل قاده هذا او ذاك. كابتن الجيل اللي موجود الحالي اللي قاده كابتن ربيع ياسين. هتقولي طب ما كابتن ربيع ياسين بيشغل منصب مدير فني منتخب الناشئين دلوقتي. تمام. طب حلو جدا. طب ما تجيب بديل لكابتن ربيع ياسين وذاكي كابتن ربيع ياسين اذا كان هو معظم اللعيبه، اذا كان ده المعيار بالظبط. لكن كان معيار كابتن ايهاب جلال ايه؟ ثم كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري على يعني انا بحترمه وبجله جدا، راجل حقق بطولات مع النادي الاهلي على صعيد الانديه لكن ملوش خبرات على صعيد المنتخبات. يعني خلينا دعنا نتكلم بصراحه، دعنا نتكلم بصراحه فين فين هي خبراته على مستوى المنتخبات؟ كان له تجربه غير ناجح على الاطلاق في مجال منتخبات المنتخب لما قاد المنتخب الاولمبي. خلينا نتكلم بصراحه، وكان معظمهم من الجيل الموجود حاليا. يعني هو اسعدنا ان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، بس الفكره في انت معاييرك ايه في الاختيار؟ انت اخترت على اي اساس؟ قول لي عشان امشي معاك، حتى قول لي عشان حتى ايدك، قول لي عشان انا ما يعني ما هجمكش او انتقدك او اقول لك انت بتعمل كده ليه؟ هل تتوقع في الكوره في المؤتمر الصحفي ابعدوا عنها يعني هل تتوقع في المؤتمر الصحفي ممكن المجلس او اللجنه المؤقته اللي بتدير الاتحاد تعلن المعايير في وجود الكابتن حسام البدري او يتكلموا ويقولوا هيتكلموا عن بطولاته مع النادي الاهلي؟ ما هو كابتن حسام البدري اعتقد انه كان له تجربه ناجحه ايضا مع المريخ السوداني ان صحت ذاكرتي يعني. يعني خبراته على 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 مستوى الانديه حينما تستعين. عشان كده كنا بنقول اما ان انت تكون لاعب دايس او في المنتخب فعندك خبرات المنتخب، او ان انت خدت عندك تجربه ناجحه في مجال المنتخبات الناشئين او الشباب، او طب او واحد زي حسن شحاته ليه 3 بطولات امم افريقيا. يعني ايه المعيار تاني؟ يعني ايه المعيار تاني؟ ولكن حقيقه كابتن حسام البدري افضل من كابتن ايهاب جلال من ناحيه السي في، يعني السيره الذاتيه والتجارب اللي خدها في افريقيا على الاقل. احسن من كابتن ميدو عشان برضه نكون منصفين، لكن لا يتساوى وكابتن حسام حسن او الكابتن حسن شحاته طبعا. فاحنا مش فاهمين هم اختاروا ازاي؟ اختاروها بالتصويت ولا اختاروها بالحب ولا اختاروها بالمزاج ولا اختاروها بايه؟ طيب من ضمن التسريبات اللي خرجت بالامس يمكن انا برضه قريتها في بعض المواقع فضل. ان تم الاستعانه من بنجوم الكره السابقين ومحللي الكره الخبراء اللي لهم رؤيه فنيه جيده في كره القدم المصريه، وقيل اسامي كتير في هذا الشان، هل من وجهه نظرك فعلا تم الاستعانه بخبراء؟ انا مش عايز اقول اسامي لان في بعضهم انا حتى يعني قعدوا مع الخبراء دول على القهوه ولا قعدوا معاهم؟ لا ما اعرفش الطريقه اللي تمت، بس يعني انا يعني هل هو تشكيل لجنه فنيه يعني منوطه بده؟ يعني اللجنه هتشكل لجنه؟ هو حصل يعني انا سالت احدهم امبارح دون ذكر الاسم يعني قال كلموني بس كلموني في المدير الفني مش في الجهاز المعاون. لان انا هو كان معترض على الجهاز المعاون. يعني باستطلاع راي؟ استطلاع راي يعني اسال ده اعمل تليفون اسال ده. والمفاجاه ان كلهم قالوا لهم ايهاب جلال. يعني انا امبارح اجريت اكتر من اتصال بكذا اسم الاسامي اللي اترشحت او الاسامي الخبراء اللي اتقال ان هم هيكلموهم عشان يعرفوا رايهم في المدير الفني للمنتخب. طب هم مين الخبراء؟ طب ما يكشفوا عن حقيقه الخبراء. ما هي برضه خرجت تسريبات، لكن انا كلمت احدهم امبارح قال انا سالوني في المدير الفني. وقال لهم ايهاب جلال؟ قال لهم ايهاب جلال، لكن ما قالهمش الجهاز المعاون. طب قال لهم ايهاب جلال بناء على ايه؟ الخبير وجهه نظره مدرب. اقول لحضرتك وجهه نظره ايه؟ وجهه نظره ايهاب جلال مدرب عنده طريقه لعب واضحه بيتميز بتكتيك. طب كابتن طلعت يوسف عنده طريقه لعب واضحه وبيتميز بتكتيك مثلا. يعني قارن تجارب ده وقارن تجارب ده الاكثر خبره كابتن طلعت يوسف. يعني لو ده المعيار بيسالوا الخبير. عندنا 5 هم طرحوا له 5 اسامي، فهو من الخمسه بيقول لهم مميزات او مش مميزات الباقيين. فمن ضمن مميزات ايهاب جلال اللي قيلت يعني حتى للجنه الفنيه او لجنه الاتحاد ان
عنده مرونه، ليه فلسفه في طريقه اللعب، عنده اسلوب معين في طريقه اللعب، ما بيحبش الكره السريعه، وده ممكن يفيد المنتخب الفتره الجايه لان اداء لعيبه المنتخب مش بيميل للكره السريعه باختلاف عنصر او اتنين. ففي اكتر من حاجه فنيه احنا افتقدناه مع المدربين الفنيين الاجنبيين، واللي كان اتجاه الدوله ان هي تكون باتجاه مدرب وطني هي الحميه، الحماس قصدك؟ الخوف على البلد، العلم، النشيد، السلام الجمهوري لما بيعزف، مردود ده، القصه اللي كان بيعملها كابتن محمود الجهري، القصه اللي كان بيعملها كابتن حسن شحاته، او اي مدير فني وطني يستطيع ان يستنهض الهمم. القصه لا بالهدوء ولا بالكره السريعه، انت جاي عشان تغير فكر وتغير عقيده وتغير فلسفه. اعتقد ده التارجت نمره واحد. طبعًا. ان يبقى في استنهاض للهمم. اتنين، ان يبقى في انتقاء للاعبين جيدين يستطيعوا ان هم يلبسوا فانيله منتخب مصر. مزبوط. الشيء الثالث والاهم ان 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 هم يكون عندهم تارجت واضح ان احنا هنتاهل لبطوله الامم الافريقيه، هنشارك في تصفيات كاس العالم، فيبقى تارجت واضح، مش مجرد خطة. اهم حاجه الانضباطيه كمان اللي احنا افتقدناها في معسكر روسيا، وافتقدناها في المعسكر الاخير في بطوله الامم الافريقيه، واللي بقت كلها سداح مداح او سلطه زي ما بيقولوا يعني. لا، من ناحيه الانضباط اكيد دي متوفره في الكابتن حسام بدري بشكل كبير جدا. طبعا 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 يعني هو ورثها جيناتها من جيناته، واكيد خدها من النادي الاهلي. طبعا 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 طبعا. طيب وجهه نظرك في اداء اللجنه الخماسيه، اللجنه المؤقته اللي بتدير الاتحاد في هذا الملف، هل ادارته بشكل متميز جدا ولا ادارته بشكل سيء للغايه؟ انت راضي عنه؟ سيء للغايه. سيء للغايه. سيء للغايه. من ناحيه ايه؟ من ناحيه ايه؟ عدم وضوح المعلومه. اولا كان لابد، انت رشحت خمس اسماء ونطقته، كان لازم تجتمع بالخمسه، وكان لازم تنشر لكل وسائل الاعلام، انا ده اقدم رؤيه كذا، وده اقدم رؤيه كذا، وده اقدم رؤيه كذا، وده اقدم. للاسف المعلومه غايبه. فين المعلومه؟ يقول لك انا سالت خبراء، بس انا قابلتهم على القهوه وقعدت معاهم وهم رشحوا لي فلان وفلان. لما هم انت هتستعين بخبراء، طب ما كنت سبت الملف من الاساس وعملت حاجه اسمها لجنه فنيه منبثقه من لجنه هي اللي تدير، هي اللي تدير الحوار بالزبط. ده طب انت شلته ليه وانت ما بتفهمش فيه؟ مع احترامي وتقديري لكل شخصهم، انت ما بتفهمش فيه، ما تدي لصاحب الاختصاص هو يختار. الاختيار اتاخر قوي جدا جدا، كان ممكن يخلص في اسبوع، بقالهم بالظبط حوالي شهر ونص. شهر ونص كان ممكن يخلص في اسبوع. انت يعني القصه كانت، احنا بنتكلم يعني عد غنمك يا جوحة، ده هم يعني بنتكلم في في 3 4 المؤهلين في مصر حاليا لقياده المنتخب الوطني اسمين ثلاثه. ليه استبعدوا مثلا كابتن مختار من دائره الاختيار؟ على سبيل المثال الحصري يعني، لو يعني ايه المعيار؟ قول لي ايه المعيار هقول لك هو ده. هل مدرب واعد؟ طب ما في كابتن طارق العشري مدرب واعد جدا. لا، كابتن مختار مدرب واعد، كابتن مختار تاريخ طويل يعني الراجل. انا قصدي استبعدت عشان السن، فانت بتتكلم على مدرب واعد يعني، لو القصه مدرب واعد، لو القصه خبره يبقى في الدايره كابتن مختار، كابتن طلعت يوسف. لو القصه مدرب واعد يبقى بتتكلم في كابتن طارق العشري. انت ليه استبعدته من دايره الاختيار؟ انت ليه حصرتهم في الخمسه؟ يعني اسئله كلها تعرفها، تعرف الاجابه؟ مفيش اجابه واضحه. طالما ما تعرفش الاجابه يبقى الاداره عشوائيه بالتاكيد، لان انت ما حددتش انا اخترت خمسه دول بناء على 1 2 3 4 5 او حصرت دائره الاختيار في الخمسه. ده الاهلي لما جه يختار مدربه كان حاطط 30 اسم. معينه 30 اسم مظبوط. ال 30 اسم ابتدى يصفيهم الى ان وصل خمس اسماء، وصل ثلاث اسماء، وصلوا في النهايه لمستر ريني فايل. صح ولا غلط؟ حقيقي، بس بقاعده شفافه، وقالوا ان انا اتفاوضت مع ده وظروفه ما كانتش تسمح. احنا بنرصد كل طب انت ليه ما حطيتوش ان هو مرشح قوي من الاول؟ طب انت يا كابتن حسام، انت ازاي تقبل بتاريخك ده كله وانت راجل حققت بطولات مع النادي الاهلي، ان انت تكون بديل او دوبلير او اختيار اخير؟ هي دي دي دي, دي اللي مضايقاني. هو طبعا منصب رفيع ومفيش حد يقدر يتاخر عنه، وهنسمع كلام احلى كلام بقى ان ده مدير فني المنتخب. انا ارفض يعني مدير فني المنتخب لو عرض عليا؟ لا طبعا. بس لازم انا اكون على الاقل واحد او اثنين، او انا بتنافس مع واحد فانا وصلت لهذه النتيجه، مش ان انا اكون في مؤخره الترشيحات وفجاه بقى انا المدير الفني للمنتخب. هل تتوقع في المؤتمر الصحفي اذا اتعمل مؤتمر خصوصا صحفي؟ انه لم يكن له تجربه ناجحه في ادارته الفنيه للمنتخبات سابقا. بس دي ده تحفظي الوحيد. حضرتك شرط اساسي التجربه نفسها. التجربه نفسها ما كانتش ناجحه. طب انت غيرت فكرك ليه؟
يعني كابتن شوقي غريب لما طلع ثالث كاس عالم وجي اسندوا له في لحظه من لحظات المدير الفني للمنتخب. حدث هذا لم يحدث كان المعيار انه كان لا صاحب تجربه ناجحه وانه كان معاونا جيدا جدا لكابتن حسن شحاته. مظبوط. كان في معيار للاختيار. طب قولوا لي حتى لما لم يوفق مع المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول وقتها لما طرأ اسمه كمنتخب اولمبي جه لانه له سابق تجربه له سابق تجربه بالظبط كده. طب هل تتوقع في المؤتمر الصحفي القادم لغايه اللحظه دي ما حدش عارف اذا كان في مؤتمر ولا ما فيش، بس اذا كان في مؤتمر هل تتوقع كل الاسئله اللي الناس سالتها تلاقي اجابتها؟ اتمنى لازم يوضحوا لنا انت اخترت كابتن حسام البدري ليه، ما اخترتش ده ليه، الاربعه التانيين ليه. يعني يقولوا، لازم يقولوا بوضوح، ما قالوش اصل هم رشحوا لنا وعدد من الخبراء احنا اتصلنا بيهم فهم اللي قالوا لنا. ده حتى عيب حقهم يا اخي. يعني كان منوطا بهم ان هم يشكلوا لجنه فنيه فورا تعيينهم، ان هم يشكلوا لجنه فنيه دي مهمتها الحته بتاعتها دي هي اللي هتجيب لي المدير الفني، ان هم اللي بيفهموا. انا ما بفهمش، يبقى انا اجيب صاحب الاختصاص هو اللي يختار. مش ما بفهمش، يعني ما بفهمش فنيا في قصه اختيار المدربين. يعني طب ايه اللي مطلوب من الصحافه والاعلام في اللحظه اللي بنتكلم فيها دلوقتي؟ يعني الاول نفهم ونستوعب قبل ما ندعم. لا هندعم في كل الاحوال، لان ده مدير فني المنتخب، لكن عايز برضه تعرف على منتخب مصر. بس احنا كنا عاوزين طالما خدنا الوقت الطويل ده ان احنا نبقى مرتاحين وهو بيعلن الاختيار. في حاله انقسام حتى على السوشيال ميديا، في ناس مأيده، في ناس معارضه، في ناس مش مبسوطه، يبقى ده مفيش حاله رضا. ما كنتش اتمنى مع مدير فني منتخب ان ما يبقاش في حاله من الرضا يعني. طب هل ممكن تتوقع سياسه جديده في المنتخب الفتره الجايه، وجوه جديده؟ اتوقع ان هيكون في انضباطيه. كابتن حسام البدري يتميز بالانضباطيه، لازم نقول لنا واللي علينا يعني. بالظبط، هو يتميز بالانضباطيه الشديده جدا. اعتقد ان هو هيمنح فرصه اختيار جهازه المعاون بالكامل. هو فسك القرار النهارده مكتوب كده، تعيينه كمدير فني ولا الحق في تشكيل الجهاز بالكامل. تمام. كان طرح اسم كابتن عماد متعب، هل اعتذر؟ ما هعتذر، ما مش معقوله يبقى كابتن حسام بدري اللي خلص على عماد متعب وبعد كده يجيب عماد متعب. يعني انا وجهه نظري يعني. طيب. فطبعا مش هتركب يعني. لكن هي كانت راكبه مع كابتن ايهاب كلال. ده كان بيهنوه امبارح يا راجل كمدير فني، كمدير منتخب. كل ده بيصيب الناس بالاحراج. طب انت ليه تجربه متعب كانت تساعدنا بصراحه، طبعًا كتجربه طبعًا كادر جديد طبعا طبعا طبعا، واكيد ان المنتخب خسره او اللجنه اللي موجوده دي خسرته. لان هو فعلا دي التجربه الواعده. بس ما مش هيركب مع كابتن حسام البدري يعني، واحد بطله كوره. لا، هي الفكره المدير الفني هو اللي بيختار. يعني لو كابتن ايهاب جلال كان اوكي موجود كان بيختار، وكان على العلاقه موجود. العلاقه الكيمياء الكيمستري الهارموني ما بين الاثنين كيف تتواجد يعني. فكان لابد من الاعتذار. تمام. طيب اذا تعين مشرف عام على المنتخب من اللجنه، تؤيد ده ولا شايف ان الجهاز الفني يستقل بذاته مع المنتخب؟ ما هو مين اللي هيبقى المشرف العام على المنتخب من جوه اللجنه مثلا؟ من جوه اللجنه مين بقى؟ لا بقول حضرتك الفكره يعني بشكل عام. يعني المشرف العام اخر مشرف عام على المنتخب الدكتور احمد عبد الله موجود على المنتخب الاولمبي، مشرف على المنتخب الاولمبي. يعني بتكلم عن المنتخب الاول. يعني هي جرت العاده او السنه اللي كانت متبعه في خمسه شارع الجبليه اللي هو اتحاد الكوره يعني، ان يبقى رئيس الاتحاد هو المشرف على المنتخب الاول، هو اللي بياخد السوكسيه. هو كابتن هنا بوريده كان المشرف على المنتخب الايه؟ او كابتن سمير زاهر الله يرحمه. ومن قبله طبعا الله يرحمه كابتن سمير زاهر كان هو المشرف على المنتخب الاول. حتى كابتن جمال علام في تجربته الفريده دي برضو كان المشرف على المنتخب الاول. فطبعا يعني احنا مش طالعين في اتحاد المصارف العربيه ولا في بنك عشان نجيب، مع احترامي وتقديري الشديد، بس هي الفكره يعني موجوده. يعني تجربته البنكيه يعني يدير بنك، انما مش يبقى المشرف على المنتخب الاول. لا مش شرط يكون رئيس اللجنه هو اللي هيكون كده بالقياس قبل كده. يعني مثلا اقول لحضرتك هي الفكره موجوده. نجيب الدكتور جمال محمد علي عشان هو راجل اكاديميك وقلنا راجل له ان هو يبقى هو المشرف على المنتخب الاول. ما قصدتش، انا مش بتكلم في الاسامي، انا بتكلم في كابتن محمد فاضل يبقى المشرف على المنتخب الاول. مع احترامي وتقديري لاسماء وشخوص هؤلاء، يصلح منهم من يكون هو المشرف على المنتخب الاول ولا نجيب حد من بره؟ نجيب حد من بره ولا في مدير المنتخب فهو اوكي خلاص هو ما بقاش فيه مشرف بقى على المنتخب؟ طب ليه عملتها مع المنتخب الاولمبي؟ ما ده السؤال اللي انا بساله حضرتك. الفكره موجوده. بص ده سمك لبن تمر هندي. دعك انا كنا متخيلين ان اللجنه دي متحرره من حسابات انتخابيه، من حسابات اهلي وزمالك. لا كله اداره مش مظبوطه يعني. طيب بالنسبه للجانب الفني، هل الجهاز يقدر يلحق بقى يحضر لاجنده اكتوبر
في مباريات وديه خلال الفتره القادمه. أكيد. واجنده اكتوبر مهمه. أكيد. عشان التصنيف. أكيد. كمان اكيد 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 كابتن حسام البدري له خبراته, يستطيع, هو بيعمل اجندته كويس قوي. برنامجه التدريبي, وانا عاشرته من قرب, وانا حتى صحفي بغطى النادي الاهلي وانا صحفي صغير في التجربه الاولانيه بتاعه كابتن مانويل جوزيه حينما رحل. لا هو بيعمل شيت كويس قوي, بيعمل برنامج لكل فقره تدريبيه, بيعمل برنامج للتقسيمه, ممكن يشتغل على بعض اللاعبين. كل ده ممكن, كل ده ممكن وارد. تمام. طيب انا عايز اقول لمشاهدينا الكرام, يمكن زي ما انتم شايفين في اكتر من هاشتاج على الشاشه, مهم جدا بالنسبه لجمهورنا. الجمهور يخش يشارك في هذا الهاشتاج, الكوره بتجمعنا, شجع فريقك وبس. معاني مهمة جدا, هاشتاج على شاشة قناة النادي الأهلي, الكورة بتجمعنا وشجع فريقك وبس. معاني مهمة يا أستاذ إبراهيم بالنسبة للمرحلة الجاية بالنسبة للجمهور. آه طبعا. وعايز أخد المعنى ده وأضرب مثال بيه بالنسبة للمنتخب. الدعم الفترة الجاية مهم جدا من الجمهور للجهاز الفني والمنتخب الوطني خلال الفترة. أكيد 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 أكيد. يعني بعد ما بنطلع اللي جوانا وبنستغرب وبنندهش, لكن طبعا كل الدعم والمساندة لده منتخب مصر. كلنا لازم نبقى وراه. يعني برغم هذه الأسئلة الحائرة, لكن كلنا لازم نبقى وراء بالتأكيد. بالنسبة لموضوع الجماهير والمساندة, حينما يعني تبدأ مباراة لمنتخب مصر, أكيد كلنا بننسى موضوع الألوان والانتماءات, وكلنا بنبقى وراء هدف واحد. مع أول جون بيخش لصالح منتخبنا الوطني, يعني حتى هي ممكن توحدنا كلنا, فهي فعلا الكرة بتجمعنا. مباراة بكرة برضو الكرة بتجمعنا, وان انت تشجع فريقك وبس ده كويس قوي, وده معنى هايل, وده اللي بنتمناه وبنتوقعه من جمهور النادي الاهلي بكرة. دايما جمهور النادي الاهلي هو الداعم والمساند الكبير والاكبر لفرقته دونا عن اي جمهور اخر. تمام. طيب قبل ما ننتقل للحديث عن الاهلي ومباراة السوبر, عشان نختم جزئية المنتخب, في يعني توقعاتك او شايف من وجهه نظرك ممكن يكون مين مع الكابتن حسام البدري في الجهاز الفني؟ من خلال معرفتك بشخصيته. اخر نشوف اخر جهاز اشتغل معاه, فاكره؟ ده بقى لنا سنتين. فاكره؟ اعتقد ان كان معوض, وكان الكابتن احمد ايوب. كان الكابتن احمد ايوب, وهو كان لصيق الصله بيه لفترات طويله. اعتقد انه سيكون من ضمن المختارين كابتن سيد معوض. اعتقد ان كابتن مدرب الحراس كابتن طارق سليمان, كان كابتن طارق سليمان, ولا يعني ممكن الاتحاد يكون مرشح اسماء تانية؟ على فكره هو اشتغل مع لصيق الصله, ممكن يرشح كابتن احمد حسن كمدير المنتخب, وهو اللي رشحه. الاثنين كانوا موجودين في تجربه واحده. بالظبط. فانا اعتقد ان لن تخرج عن هذه الاسماء, يعني ان هو المعتاد ان هو يعمل معها. طب هل تتوقع ان الاتحاد او اللجنه المؤقته ترشح اسماء للجهاز المعاون؟ ان ده حصل مع كابتن ايهاب جلال برضو, من ضمن الحاجات اللي احنا قريناها. يعني كابتن ايهاب جلال كان متمسك بحمد ابراهيم ومصطفى كمال. خلاص بعد ما اعلنوا ان هو ادوا له الصلاحيات, اعتقد فعلا ان هم ادوا له الصلاحيات ان هو يختار جهازه المعاون. ومش هيتدخلوا في عمليه لان هتبقى قصه من الصعوبه بمكان ان يرد كابتن حسام البدري يقول لهم انا معتذر مش مكمل. يعني ما اعتقدش ان هم عرضوا نفسهم لده. خلاص يعني بنسبه 100% يعني هيختار. سبق السيف والعزل, هيختار جهازه المعاون بنسبه 100%. بنسبه 100% ولن يكون هناك اي تدخل بما فيه منصب مدير المنتخب. طب مركز حراسة المرمى وجهة نظرك ممكن مين يكون مدرب الحراس؟ ما انا بقول لحضرتك هو كان ليه تجربه, وهو اللي رشحه لما جه وتولى الاداره الفنيه للنادي الاهلي كابتن طارق سليمان. هو له تجربه طويله, حتى خده معاه السودان لو انت تتذكر. مظبوط. يعني خده معاه في تجربه المريخ, خد معاه كابتن طارق سليمان, فهو بيثق فيه. كل هذه الاسماء, بس هل بقى هتدخل في اللحظات الاخيره عشان يبقى في توازن, ان ما يجيش كله جهاز يحسب على الاهلي او ان هو اهلاوي, انه ممكن تلاقي عنصر كده ولا كده يعني بخطين حمر في الاخر عشان يبقى عملنا التوازن. ممكن وارد هيقبل بده كابتن حسام البدري, الله اعلم. الناس بتغير, ما حدش كان يتوقع انه هيتولى كل شيء وارد في اي وقت رئيس نادي في الاخر لمجرد قصه احترافيه او قصه لها مقابل مادي, يعني ما حدش عارف. طيب في مخيلتك كده ممكن تشوف الجهاز الفني المعاون ممكن خلال ساعات ولا خلال ايام؟ لا اعتقد ان هو عشان يعمل مؤتمر صحفي بلا بد ان يكون التجربه كلها اكتملت والاسماء كتبت. دلوقتي ما اعلنوش ان في مؤتمر صحفي. لا بس اكيد هيعلن. لازم اكيد هيعلن عشان خاطر يبتدي يقدمه للمدير الفني للمنتخب بجهازه المعاون. في اسئله كتير.
بس انا خايف ياخدوا شهر ونص تاني عشان يعلنوا الجهاز اللي معاه، ثم شهر ونص تاني عشان يعلنوا المشرف على المنتخب، يعني حاجه بجد تهريج يعني. طيب متفائل بالمرحله الجايه يا دكتور ابراهيم؟ يعني المنتخب والجهاز الفني قدامه تحديات كبيره وصعبه، التحديات مش في التاهل لامم افريقيا في الكاميرون، لا تصفيات كاس العالم. هكون متفائل اكثر لو ما حصلش انقسام، لو ما حصلش تدخل. بمعنى ايه؟ لو ما حصلش انقسام من السوشيال ميديا حوالين المدير الفني للمنتخب، يعني خلاص احنا بنسال اسئلتنا وبنطلع اللي جوانا، بس خلاص صفحه وطويت، بنبتدي نساند المنتخب، يعني ده مهم. منتخب بلدنا. منتخب بلدنا. طبعا. كون ان هو مدير فني اجنبي حتى لو كان في مؤخره الاختيارات، لكن في النهايه هو افضل كثيرا جدا من اجنبي مش فاهم طبيعه اللعب المصري. بالتاكيد ان هو هيكون مزكى في الحته دي، بالتاكيد ان هو يستطيع استنهاض الهمم، بالتاكيد انه يعرف يشتغل صنايعي في التمرين وفي التقسيمه، وده موجود في الكابتن حسام. طيب تتوقع، وهي الاسئله كلها توقعات ويعني اجتهادات، مفيش اسئله مفيش مباشره لان مفيش معلومه واضحه. بالظبط. هل تتوقع التعاقد مع كابتن حسام البدر والجهاز المعاون اللي معاه لغايه مونديال 2022 ولا لغايه افريقيا الكاميرون 2021؟ لحد ما ربنا يفرجها. ازاي؟ والله لحد ما ربنا يفرجها. يعني تفتكر يعني الدنيا صارت كويسه؟ يعني كابتن حسن شحاته لما جه وتم التعاقد معاه، برغم ان كان التعاقد معاه عن معايير، لو كان حصل له اي حاجه في النص كان هيكمل كابتن حسن شحاته؟ لا طبعا. بالتاكيد. مده التعاقد تديك رؤيه للفتره اللي جايه؟ بتبني عليها معلومه؟ ما هو ممكن يتم التعاقد لرؤيه 2022، وممكن يتم التعاقد حتى بطوله الامم الافريقيه، وممكن يتم التعاقد حتى تصفيات كاس العالم. اعتقد ان تعاقدات الاجهزه الفنيه للمنتخبات ما بتبقاش دايما بالسنين، بتبقى دايما بالتارجت، بالبطولات بالظبط. يعني ده اللي تعودناه على الاقل، انما انت بتتكلم في الاتحاد الالماني هتعرف المدير الفني للمنتخب الالماني متعاقد حتى سنه كام. لا المانيا مدرسه وحيده، الايطالي كده، الاسباني كده. لا بس المانيا يا دكتور ابراهيم مدرسه وحيده في العالم، لو انت عايز تطبق الاحترافيه بجد وتحط معايير فنيه لاختيار من اول مدير فني في البراعم لغايه المنتخب الاول، تدرس التجربه الالمانيه. اول معيار انا اخترت ده عشان محتاجه كام سنه؟ لا كمان يعمل لي ايه فيها؟ الاختيارات في المانيا اللي بيتحط مدير فني للناشئين والبراعم لغايه المنتخب الاول لازم كلهم بيشتغلوا على سيستم واحد، اكيد بطريقه لعب واحده، بالظبط كده، بتكتيك واحد، في التقسيمه، في الشرح، في التصويب للاخطاء. لا المانيا تجربه تدرس اكيد. هل ده بيحصل هنا؟ هل في هارموني بين كابتن شوقي غريب وبين كابتن ربيع ياسين وبين كابتن حسام البدري باعتباره بقى المدير الفني للمنتخب، كل دول بيتظبطوا مع بعض تكتيك واحد وطريقه لعب واحده؟ واتمنى. ولازم تبقى تنسيق كمان الفترة الجاية، لأن المنتخب الأولمبي مع المنتخب الأول، ده المنتخب الأولمبي يعني المفروض أنه نقابة قوسين أو أدنى إن شاء الله، إن شاء الله من التأهل للأولمبياد. البطولة عندنا. شايف استعدادات الأولمبي إزاي؟ المنتخب الأولمبي مع كابتن شوقي غريب، استعدادات جيدة؟ التصفيات خلاص أو المباريات على الأبواب، إحنا بنتكلم كمان شهرين. لازم يمنح الفرصة حتى لو كانت على حساب أي بطولة محلية، إن هو كل احتياجاته الفنية من توقيتات ومن ارتباطات انه لازم ياخدها، المشكلة ان في لعيبة كتيرة جدا من المنتخب الاولمبي بقت نجوم وستارز في انديتها اللي بتشارك في بطولة الدوري حقيقي. فهل هيستطيع اللجنة الخماسية دي ان هي تاخد قرار جريء مثلا باعتبار كل ارتباطات المنتخب الاولمبي تستدعى اللاعبين الدوليين ومسابقه تستأنف بدون اللاعبين الدوليين الاولمبيين؟ ممكن او ممكن لا. طب الدنيا لو غمقت، هل هياخدوا من وقت وارتباطات كابتن شوقي غريب اللي محتاجها فعليا على حساب مسابقه محليه عشان تنتظم؟ لا ممكن يحصل. طيب مباراه السوبر، مباراه الاهلي والزمالك، طبعا كنا بنتكلم في الهاشتاج الكوره بتجمعنا وشجع فريقك وبس. كلام مهم جدا موجه للجمهور قبل مباراه الغد، واحنا يهمنا على المستوى الشخصي الروح الرياضيه تكون بتسود هذه المباراه، وعشان المباريات القادمه الجمهور يكون موجود، ولمصلحه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي محتاجين جمهور الاهلي الفتره الجايه. اكيد. ايه الرساله الاعلاميه اللي ممكن تتقال للجماهير خلال الساعات اللي جايه، بغض النظر ان التصريحات او ممكن بعض الاراء هي اللي بتثير الجماهير؟ لان انا دايما عندي وجهه نظر ومتاكد منها، عمر الجمهور ما كان فعل، دايما الجمهور هو رد الفعل.
اكيد. فايه الرساله الاعلاميه اللي ممكن توجه للجمهور قبل مباراه القمه؟ هي وصلت له بالنسبه للجمهور، انا هتكلم على جمهور الاهلي الاول طبعا. بالظبط. جمهور الاهلي وصلت له رساله واضحه جدا ان انت بتعبر عن اسم الاهلي وعن كيان الاهلي، حتى لو انت ما كنتش مسؤول، انت جمهور بس انت حته مني، حته من الاهلي. مظبوط. فلازم تبقى كل تصرفاتك وكل ردود افعالك مواكبه لاسم النادي الاهلي. اعتقد ان الجماهير اللي رايحه بكره يعني حتى من بعض الناس اللي متاكد ان هم رايحين بكره يعني وحجزوا تذاكر، لا، في احساس بالمسؤوليه كبير جدا، في احساس بان لازم اساند فريقي حتى اللحظه الاخيره. هتلاقي جمهور الاهلي مساند فرقته على مدار ال 90 دقيقه والبلاس 90 وكل الكلام ده، هتلاقي جمهور الاهلي حاضر مركز بس في ان فرقته تفوز بكره، ده رايح عشان هدفه بكره. محتاجين كمان الجمهور في المباريات الجايه. اكيد اكيد. وجمهور الاهلي هو عنوان عوده الجماهير للمدرجات، مع احترامي وتقديري لاي جمهور اخر يعني، باعتباره ان هو صاحب الشعبيه الاولى. عم تكلم في 85% يعني من مشجعي الكره في مصر اهلاويه. فكون ان القصه هكذا، برضو بطلب من جمهور نادي الزمالك العريق بتاريخه وبطولاته كتيرة اللي حققها، ان هم برضو يتحلوا بالروح الرياضيه بكره. مطلوب منهم ان هم يحافظوا على اسم ناديهم وعلى سمعته وعلى من خلال الهتافات، من خلال مطلوب منك كجمهور الزمالك برضو ان انت تبقى مساند فريقك. من حقك، ده طموح مشروع ان انت تسانده من اجل تحقيق الفوز. وان كانت كل بالتاريخ وبالجغرافيا الاهلي هو المتفوق في السوبر يعني، انا بنتكلم في هو كان 14 طرف لمباراه السوبر 14 مره من اصل 15. يعني لك ان تتخيل هو كلمه السر في تاريخ البطوله كله سوبر الاهلي. الاهلي يعني حقق منها 12 من اصل 14 وهي كلها اقيمت 15 مره. 15 مره واخد بال حضرتك. في مقابل يمكن الزمالك هو ثلاث القاب ومره الحرس برضه كانت طرفها النادي الاهلي يعني. فهي بطوله اهلاويه زي بطوله الدوري بالظبط، وزي بطوله كاس مصر هو برضه الاكثر القابا حتى اللحظه، زي اي بطوله محليه بيشارك فيها دائما وابدا النادي الاهلي هو اللي بيكون الاكثر يعني. طيب اخر سؤال اختم بيه كلامي معاك يا دكتور ابراهيم، وكلامك ممتاز جدا لانك ليك وجهه نظر واضحه وصريحه في الوسط الرياضي. ربنا يخليك يا محمد. طيب هل غياب الجماهير عن الملاعب او عن مباراه القمه تحديدا اثر على مردود الصحافه والاعلام في التغطيه الصحفيه لمباريات القمه؟ ان دايما كان بيتفرد مساحات ومنشتات واعداد كامله او اعداد خاصه لمباراه القمه. يعني هي دي قصه تانية يعني نناقشها في وقت اخر، لكن غياب الجماهير طبعا اثر على 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 مردود الانديه، اكثر الانديه المداره في جماهيريه اكثر الانديه مداره في مصر هي النادي الاهلي. لان اكثر سلاح في ايده او كان في ايده كان جمهوره، فهو يحرم منه ده اكيد ان هو بيؤثر عليه. انما التغطيه الاعلاميه بالعكس، ده بسم الله ما شاء الله يعني، ده كل يوم بيتولد موقع جديد وصفحه على الفيسبوك جديده وصفحه ومنفذ اعلامي جديد حتى في الفضائيات، فالقصه بتتسع والقاعده والاهتمام اكثر. بس انا نفسي الدوري بتاعي يبقى يعيد انه يكون مصنف تاني. الدوري بتاعي النهارده بحجم هذه النديه وحجم هذه التنافسيه احنا ممكن نخش في العشره الكبار فعلا، نبقى من افضل 10 دوريات في العالم. بس رجعوا لنا الجمهور. البدايه تكون بكره باذن الله. ان شاء الله البدايه هتكون بكره، والبدايه هتكون من النادي الاهلي، من جمهور النادي الاهلي. دايما جمهور النادي الاهلي واعي وعارف مصلحه فريقه وعارف مصلحه بلده وعارف اللي جاي يكون افضل ان شاء الله باذن الله. كل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي بمزيد من الانتصارات ومزيد من البطولات، وشجع فرقتك بكره بحماس وثق تماما ان الفوز هيكون حليفك في النهايه. وعندنا دافع، معلش سريعا، معلش في 10 ثواني، عندنا دافع بكره كمان للاعيبه النادي الاهلي، بنقول لهم مؤمن زكريا انت عندك دافع عشان تهدي له هذه البطوله حقيقي. في الاخر حقيقي. دكتور ابراهيم داويد مدير تحرير الكره ملاعب، بشكرك شكرا جزيلا وموفق ان شاء الله، ودايما كده التقي بك على خير. انا سعدت بيك جدا يا محمد وبسالتك الجميله دي. الله يخليك يا دكتور، تسلم لي يا رب، شكرا جزيلا. فقره كانت مهمه جدا مع ناقد رياضي وصحفي كبير وليه اراء واضحه وصريحه في القرارات اللي بتتخذ في الوسط الرياضي، لكن المهم جدا الرساله اللي ارسلها الدكتور ابراهيم داوود لجماهير النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي محتاجك في اي وقت، والبدايه من بكره. فوت الفرصه على اي حد بيحاول يثيرك او يحاول ان هو يتكلم في تصريحات عشان الجمهور يغيب. جمهور النادي الاهلي طالما التزم
متواجد بشكل ايجابي في مباراه القمه هيكون موجود واكبر سند ودعم للنادي الاهلي خلال الفتره الجايه. ان شاء الله الجمهور هيكون موجود بكره بكثافه في مباراه الاهلي، وبعدها على طول جمهور النادي الاهلي هيكون مع النادي الاهلي في كل المباريات ورا باذن الله في كل مكان. بشكر دكتور ابراهيم، وبعد الفاصل فقره فنيه مهمه جدا مع كابتن اشرف زوف، فقره فنيه وفيها تحاليل وارقام متعلقه باحصائيات مباريات القمه ومباراه السوبر تحديدا، انتظروها لان فيها ارقام جديده جمهور النادي الاهلي او الجماهير المصريه بشكل عام هتسمعها، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله، بالتاكيد زي ما قلت لكم فقره مهمه جدا اللي هي فقره فنيه بتتكلم على احصائيات وارقام، والجزء الرقمي مهم جدا في كره القدم، لغه الارقام لا تكذب ولا تتجمل، وبتبنى عليها مقاييس معينه في الامور الفنيه، صحيح مش هي كل حاجه لكن بتديك مؤشر قبل بدايه المباراه، ومع بدايه المباراه ارض الملعب بقى هي اللي بتكون المقياس النهائي لطريقه اللعب والاداء بالنسبه للفريقين. مباراه مهمه، مباراه كبيره، سوبر المصري بين الاهلي والزمالك، الاهلي بصفته بطلا للدوري والزمالك بطلا لكاس مصر، وحضور ان شاء الله يكون مميز لجماهير النادي الاهلي عشان تكون بدايه جيده لعوده جماهير الاهلي للمدرجات مع فرقتها خلال الفتره اللي جايه. في البدايه برحب طبعا بالكابتن اشرف زوف، محلل واحصائي لكره القدم بشكل جيد جدا، واحد الشخصيات المهمه اللي بتتكلم في الارقام والاحصائيات في كره القدم المصريه. كابتن اشرف اهلا بيك، منور الدنيا. اهلا بيك استاذ محمد، ازي حضرتك؟ عامل الحمد لله بخير. الحمد لله، ربنا يخليك. مباراه القمه سوبر اهلي وزمالك، اكيد لو هتشتغل عليه الماده قدامك بتبقى كتير وسهل تشتغل عليها وبتلاقي فيه ارقام واحصائيات كتير. اه طبعا بالتاكيد، هي طبعا مباراه القمه، مباراه الديربي، اشهر مباراه في الكره المصريه يمكن من بدايه القرن الماضي، يمكن في كل البطولات حتى سواء حتى على المستوى الرسمي او المستوى الودي، حتى وان كان الودي قليل يمكن تجاوزوا يعني اكثر من 230 مباراه، يمكن الوطن العربي كله يمكن وبعض دول العالم كمان اللي فيها جاليات مصريه او فيها المهتمين بالكره المصريه والافريقيه بوجه عام يعني بينتظروا مباراه القمه او مباراه الديربي بين القطبين الاهلي والزمالك، حتى ان كانت سواء افريقيا او حتى محليا او في الدوري، كانت في الكاس، كانت كاس السوبر زي ما كنا شفنا برضو، يمكن هم اتقابلوا في افريقيا اكثر من مره، اتقابلوا حتى في السوبر الافريقي اكثر مره قبل كده، يعني هم بصراحه يعني مباراه يعني العيد الكبير بتاعت الكره المصريه هي بتكون مباراه القمه ايا كان مكانها بقى وموقعها من البطولات. يعني تاريخ السوبر وبدايته ونشاته. طب تعالى الاول قبل ما نتكلم عن السوبر بتاعنا بقى نروح لفكره السوبر بشكل عام في العالم كله، يمكن دي حاجه مستحدثه، يمكن احنا بالنسبه لنا يعني فاكرين ان هي حاجه قريبه قوي، ولكن كان هي الفكره ترجع يمكن بدايه السبعينات وتحديدا سنه 72. كان في صحفي هولندي انطوان ويتكامب، هو كمسؤول عن الرياضه في صحيفه التليجراف الهولنديه، كان حاول يعمل نفس الفكره، ده صورته اه بالظبط، ده كان حاول يعمل نفس الفكره اللي اتعملت عن طريق جان فيران وجابرييل هانول الفرنسيين في سنه 54 اللي هم كانوا بيشتغلوا في القسم الرياضي في صحيفه الاكيب الفرنسيه، وهم اصحاب فكره بطوله الامم او بطوله ابطال الدوري في اوروبا سنه 54، حبوا يعملوا حاجه يعلوا من اسهم الجريده بتاعتهم جريده الاكيب، وفي نفس الوقت كمان حاجه تستفيد منها فرنسا، وبالفعل نجحوا في الفكره واقنعوا الاتحاد الاوروبي وعملوا اول بطوله للانديه ابطال اوروبا سنه 55. انطوان ويتكامب الهولندي عمل نفس الفكره برضو، حب برضو ان يخلي الصحيفه بتاعته برضو يعني ذو قيمه برضو تحذو نفس الحذو حذو صحيفه الاكيب، وده اول كاس سوبر في العالم، ده كاس او كان مشكله كبيره ان كان كاس ضخم جدا، يمكن كان اول فريق فاز بيه كان اتنين شايلين بالظبط، كان مشكله كبيره كان في اياكس امستردام الهولندي كان اول سنه يمكن فاز بيه 72 بس ما اعترفوش بيه الاتحاد الاوروبي، يمكن 73 كانت اول بطوله. فعلا انطوان ويتكامب يعني دعا لفكره كاس السوبر ان يعني يبقى في ما بين ابطال الكؤوس وابطال الدوري مباراه سنويه تجمع البطلين على الكاس اللي احنا شفناه من شويه روى. وبالفعل اقيمت اول مباراه زي ما قلنا 72، ولكن بعد على راس الشغب لم تعتمد نتيجه المباراه واعتمدت رسميا من 73 اللي فاز بيها زي ما قلنا اياكس. السوبر المصري في السوبر بقى الافريقي بقى الاول قبل ما نخش المحليات، كان فيه في القارات ابتدت تحذو بقى الحذو ويبتدي يعني تتنقل فكره السوبر الاوروبي، كان عندنا افريقيا كان تاني قاره تقر نظام السوبر، وبالفعل في سنه 93 اقيم اول سوبر افريقي
بين بطل الدوري وبطل الكاس تابعها في 95 للسوبر الاسيوي. السوبر المصري هنا بقى يمكن قبل ما ياخد الشكل او الصبغه الرسميه كان ليه كده حكايتين يعني ايه حاجات كده من الطرائف برده كده نحب نقولهم للساده المشاهدين. سنه 63 وتحديدا في شهر يوليو كان بقى مع احتفالات التلفزيون، كان التلفزيون لسه جديد، التلفزيون فتح في سنه 60، كان الكابتن محمد لطيف رحمه الله عليه هو كان سكرتير الاتحاد المصري لكره القدم في هذا الوقت يعني. كان هو طبعا كثير التردد على فرنسا على انجلترا يعني، خاصه ان هو كان محترف في السابق في احد الانديه الاسكتلنديه. فكان في مباراه الدرع الخيريه اللي كانت بتقام برده زي ما بطل الدوري والكاس، حب ينقل الفكره دي في مصر واستغل برده احتفالات التلفزيون بالتلفزيون وعمل اول لقاء، يمكن ده الاعلان اللي كان نشر للمباراه. الصوره دي بقى هو ده كان اول بطوله كاس سوبر كان دعا عليها محمد لطيف، وبالفعل اقيمت ما بين في 13/7 سنه 63 ما بين بطل الدوري نادي الترسانه وبطل الكاس نادي الاتحاد السكندري، وفاز بيه نادي الترسانه بهدفين. اتكررت الكاس دي اكتر من 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 3-4 مرات، ولكن هي يمكن في اخر 65 وقفت القصه. بس دي مطبوعه صحفيه ولا ايه؟ دي صحفيه بالظبط يا فندم. يعني ده غلاف مجله؟ لا ده كان يعني خبر في جورنال. ده خبر في جورنال. يمكن حتى الطريف اللي فيه، يمكن حتى اسعار التذاكر الدرجه الثالثه كانت ب 10 قروش، الدرجه الثانيه ب 25 قرش، الدرجه الاولى ب 50، الممتازه بجنيه. كان مبلغ برضه. وكان في حاجه، لا حتى يمكن في حاجه يمكن تشبه بقى المقصوره، يقول لك كده مائده رباعيه يعني حاجه خاصه كده زي البلكون كده بخمس جنيهات، كرسي مخصوص لو عايز كرسي مخصوص بقى ب 75 قرش. وكان طبعا تعتبر كعيل اللي مكتبين عليها تحت الانوار الكاشفه، كانت حتى لسه يعني مصطلح الاضواء الكاشفه ما كانش فيه، بيقول لك تحت الاضواء الكاشفه بملعب النادي. وعلى فكره اقيمت اول المباراه دي في ملعب التيتش في النادي الاهلي في الجزيره. دي كانت كده. طيب ودي صوره برضو من دي بقى الموضوع الثاني بقى، دي بقى يمكن ده سوبر رسمي مش رسمي بقى، يعني سوبر مصري رسمي مش رسمي. بمعنى ايه؟ دي كانت حضرتك المباراه دي كانت بين الاهلي والزمالك في 6 يناير سنه 1985. كانت ضمن يعني ختام الدور الاول موسم 84-85. كان قبلها باسبوعين كان الزمالك فاز ببطوله افريقيا ابطال الدوري، والاهلي فاز ببطوله افريقيا ابطال الكؤوس. وعملوا تقليد جديد كده، يمكن اول مره كان الاهلي والزمالك يمكن المره الوحيده اللي جمعوا، يمكن اتكررت بعد كاس 86 يعني حصلوا على البطولتين. وكان الماتش اللي هو ماتش الدوري كان قريب قوي، فلما نزلوا كان الكابتن مصطفى عبده كابتن النادي الاهلي والكابتن محمد صلاح الدين كابتن نادي الزمالك. كل واحد نزل كده في تقليد كده جديد، نزل بالكاس اللي هم حملوه. فاعتبرت البطوله دي كسوبر افريقي، طبعا هي ما كانتش رسميه بالنسبه للسوبر، ولكنها كانت رسميه انها كانت مباراه ضمن مباريات الدوري العام في هذا الموسم يعني. طيب فدي برضه حاجه طريفه. السوبر المصري، السوبر برضه المصري كان ابتدى عندنا 2001، وكان طبعا صاحب الفكره او كان يعني المتحمس الشديد ليها اللي هو الدهشوري حرب رئيس الاتحاد الكوره في هذا الوقت، وكان النائب بتاعه كان كابتن احمد شوبير. هم كانوا متحمسين للفكره دي بالفعل، وعملوا يعني حاجات كتير قوي ان هم يعني كان كابتن حماده ولا كابتن شوبير؟ كان كابتن شوبير. كان كابتن شوبير. كان كابتن شوبير نائب رئيس الاتحاد. وبعدين كان المفروض الاهلي هيلعب بصفه الكاس بطل الكاس بعد ما كان كسبان المحله في مباراه نهائي الكاس في 2001، والزمالك بطل الدوري. بالفعل اتحدد الموعد للمباراه، وبعد كده يعني شويه خلافات وحاجات كده اتاجل الموعد. الموعد ده تضارب مع النادي الاهلي ان الاهلي كان هيبقى لسه راجع من ساحل العاج، كان عنده ماتش مع اسك، فالاهلي طلب ان الماتش يتاجل. الاتحاد المصري رفض الماتش، حاولوا المباراه كانت خلاص بطريقه للالغاء يعني، والفكره خلاص هتفشل، ولكن اللي هو الدهشوري وكابتن شوبير صمموا، وبالفعل يعني يمكن عرضوا على بعض فرق الدوري ان هم يعني اللي في المركز الثاني الثالث الرابع وهكذا استقروا على غزل المحله بصفته كده. وبالفعل اتلعب غزل المحله، لعب قصاد نادي الزمالك في 14 سبتمبر 2001، وانتهت المباراه بفوز نادي الزمالك بهدفين، يمكن فيهم كان حازم امام كان احرز اول اهداف السوبر، وتعادل العتراوي المحله، وفي النهايه في الوقت الاضافي اسامه نبيه احرز هدف فوز الزمالك لفوز النادي الزمالك باول سوبر. طيب مصري ندخل بقى الاحصائيات، حضرتك محضرها لنا النهارده وفي حاجات اكيد مهمه للمشاهد. يعني يمكن احنا عندنا احصاءات يعني متنوعه شويه، عندنا مثلا عدد الانديه اللي لعبت سوبر، عندنا عدد هدافين السوبر كلهم، عندنا الملاعب اللي اتلعب عليها السوبر سواء ملاعب مصريه او ملاعب خارج مصر، عندنا كل الحكام سواء برضو حكام مصريين او حكام اجانب، لان كان في اكتر من نادي. عندنا بقى الاحصائيات بقى الصغيره بقى والتحليل الرقمي اللي هو لكل 15 سوبر او 15 بطوله سوبر اللي اتلعبوا قبل كده، عندنا تحليل كبير ليهم. طيب نبدا باول حاجه. طيب نبتدي الاول مثلا نقول للانديه مثلا اللي شاركت في السوبر الاول، المدربين يعني. الاول ناخد ماشي ناخد المدربين. يمكن عندنا المدربين اللي هم فازوا بالسوبر، عندنا خمس مدربين يتزعمهم طبعا الكابتن حسام البدري كان بيقود النادي الاهلي بثلاث بطولات، يليه طبعا الكابتن حسن شحاته هو اول مدرب مصري يفوز باللقب.
كابتن طارق العشري، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، والكابتن محمد حلمي مع نادي الزمالك. الخمس مدربين اللي فازوا دول منهم اثنين دربوا النادي الاهلي، كابتن حسام البدري وكابتن عبد العزيز عبد الشافي، والمقاولين واحد بس كابتن حسن شحاته، طارق العشري مع حرس الحدود، ومحمد حلمي مع نادي الزمالك. المدربين المصريين اللي حققوا السوبر مع الانديه اللي لعبت كده. يمكن كابتن حسام البدري هو يعني صاحب نصيب الاسد، حقق ثلاث بطولات سوبر. كل مدرب من المدربين الثلاثه الاربعه في مباراه خسرها اعتقد لما كان قدام الكابتن طارق العشري، وخسر كمان مباراه بالظبط، لان هم دي 2009 لان حرس الحدود لعب مع الاهلي 2009 2010 بالزبط. هو طارق العشري تبادلوا الفوز والهزيمه. كان طارق العشري كسب المباراه الاولى في 2009، حسام البدري كسب مباراه 2010 بالظبط يا استاذ محمد. المدربين الاجانب، المدربين الاجانب عندنا يعني يمكن خمس مدربين فازوا باكثر من 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 8 القاب. يتزعمهم هنا البرتغالي، البرتغالي هنا يمكن هي اوليفيرا. يمكن عندنا مانويل جوزيه، عندنا توني اوليفيرا، في عندنا جريدو كارلوس جريدو، في عندنا اوتوفيستر الالماني، وكارلوس كابرال البرازيلي. يمكن جوزيه طبعا صاحب نصيب الاسد، اربع بطولات لوحده. اوليفيرا طبعا هو يمكن اول مدرب اهلاوي يفوز باللقب. ثم جريدو طبعا في 2014، واوتوفيستر مع نادي الزمالك، وكابرال، دول هم المدربين الاجانب اللي فازوا باللقب. توني اوليفيرا كان اول مدرب اجنبي اهلاوي مع الاهلي. اوتوفيستر اول مدرب اجنبي مع نادي الزمالك، لان هو اللي فاز مع الزمالك، هم اثنين اوتوفيستر وكابرال. اوتوفيستر كان في 2001، وكابرال على طول الموسم اللي بعديه 2002. انما اول حاجه كان الاهلي كان توني اوليفيرا في 2003. بعد طبعا كده طبعا كابتن مانويل جوزيه يمكن فاز بالبطوله من اول 2005 2006 ورا بعض على طول، 2005 2006 2007 2008، اربع بطولات على طول ورا بعض لمانويل جوزيه. تمام. طيب الحكام المصريين، عندنا الحكام المصريين يمكن في اكتر من حكم، حكم السوبر، ويمكن في برضو اكتر من حكم كان حكم اكتر من لقاء. يمكن نقول كل الحكام اللي عندنا دلوقتي، كان كابتن جمال الغندور حكم، هو اول حكم لمباريات السوبر، كانت مباراه الزمالك والمحله بالظبط كده في 2001، وعندنا الكابتن جمال غندور كان ادار لقائين. يمكن ناخدهم طب بالترتيب بقى الاكثر في الاكثر بشكل احصائي شويه. نقول الكابتن محمد فاروق بقى، الحكم الدولي محمد فاروق المعتزل حاليا، هو اكثر حكم، حكم ادار لقاءات السوبر، يمكن حكم 2010 و2012 و2014. يليه الكابتن جمال الغندور اللي حكم 2001 و2002، ثم الكابتن عصام عبد الفتاح برضو لقائين 2005 و2006، والحكم حمدي شعبان 2007 و2009، واخيرا الكابتن رضا البلتاجي حكم 2004. 2004 ده بالنسبه للحكام المصريين اللي حكموا مباريات السوبر. مش غريب شويه ان الحكام 10 مباريات قرروا؟ ما هم بص حضرتك، يعني كل حكم برضه بيبقى ليه يعني ايه نجمه بيلمع كده في فتره معينه، ومباراه السوبر دي مباراه يعني بتبقى اقل اهميه شويه من كده، فبتبقى برضه فيها نوع من نوع التكريم، خصوصا ان احنا ما بنقدرش ندي الحكم اللي هو الحكام الابرز عندنا مباراه القمه في دوري او كاس يعني. كانت بتبقى صعبه شويه ان احنا، انت عارف حضرتك ان معظم مباريات القمه بتبقى حساسه شويه، فبتبقى صعب ندي الحكم مباراه في الكاس او في الدوري. فمباراة السوبر هي مباراة صغيرة كده برضه، فبيبقى فرصة ان هو يدي الحكم. لكن بالعكس هو طبعا احنا عندنا هم تلتين يعني مباراة السوبر، اصل 10 مباريات من السوبر حكام مصريين، خمسة حكام مصريين بس اللي قدروها، بس قدروا 10 لقاءات، ما قدروا 10 لقاءات، انا اقصد 10 مباريات. هم فعلا خمس حكام، لكن قدروا 10 لقاءات، الجزء الاكبر او حوالي يعني يمكن نقول 70% من اللقاءات قدروها الحكام المصريين. الخمسة المتبقين، الخمسة الاجانب اللي معانا دلوقتي، الخمسة الاجانب اللي هو الاول، اول واحد كان الفرنسي الان سارس، ده كان حكم اللقاء او بطولة 2003، النمساوي فرايتن ذا تشيتوخريك 2008، الاسباني كارلوس كاربيلو كان 2015، والتشيكي بافيل كارلو فيتس في 2016، اخيرا بقى كان الاماراتي عمر الجيني، عمار الجنيبي، وكان ده في بطوله 2017. الحكم الاماراتي، كانت المباراه برده كانت في الامارات ما بين المصري ومصر، كانت على استاد هزاع بن زايد. يعني الالماني غدا هيكون اول حكم الماني لمباراه بالظبط كده. يمكن ما فيش ولا حكم الماني كان ادار ولا شارك في بطوله السوبر، هو سبق ليه ان هو ادار نهائي الكاس بالظبط كده، الاهلي والحرس بالظبط يا فندم. طيب الملاعب المصريه اللي استضافت السوبر المصري، طيب او الملاعب بشكل عام، احنا برضو الملاعب برضو يعني نفس فكره الحكام عندنا، نفس فكره الملاعب، ما فيها فيها ملاعب يعني مصريه، وفي ملاعب يعني البطوله قيمه في ملاعب خارج مصر، وبالتحديد هم ثلاث بطولات الاخرانيين، وكلهم اقيموا على
في اداره الامارات العربيه توزعوا على ملاعبين. احنا عندنا طبعا استاد القاهره الدولي استضاف بالنسبه بقى للسادات والملاعب المصريه. استاد القاهره الدولي يمكن استضاف البطوله 7 مرات 2001 و2002 2006 2007 2008 2010 و2014 يليه استاد الكليه الحربيه 3 مرات 2009 و2003 2004 2009 ثم استاد المقاولون العرب 2005 مره واحده واخيرا استاد الجيش وبرج العرب 2012. الاستادات بقى اللي خارج مصر يمكن اقيمت في 3 مرات متتاليه الاخيره هو كان استادها الزعيم بن زايد استاد نادي العين الاماراتي دوله الامارات العربيه الشقيقه كان مره واحده في 2015 يليه استاد محمد بن زايد اللي هو استاد نادي الجزيره الاماراتي مره واحده في 2016 ثم برضو المره الاخيره كان رجعنا تاني لسالها الزاع بن زايد في 2017 ويمكن ده استاد وش السعد النادي الاهلي لعب عليه البطولتين مره مع الزمالك ومره مع النادي المصري وكان فاز بالبطولتين. يمكن المره الوحيده اللي خسرها النادي الاهلي خارج مصر كانت على استاد محمد بن زايد استاد نادي الجزيره بالجزيره الاماراتي. بالظبط كده. طيب ندخل على اللاعبين اللي شاركوا في السوبر. اللاعبين اللي شاركوا في السوبر بقى في لعيبه لعبت لناديين يعني الاهلي والزمالك. طب قبل ما في ناديين ده طبعا في كتير يعني يمكن احنا عندنا اكتر من لعيب شارك مع يمكن عندنا اسلام الشاطر كان شارك مع الاسماعيلي وشارك مع النادي الاهلي. في عندنا معتز اينو شارك مع النادي الزمالك وشارك مع النادي الاهلي. في سيد معوض اللي شارك مع النادي الاسماعيلي ومع النادي الاهلي. في سامح يوسف لاعب النادي المقاولين اللي شارك مع المقاولين والزمالك. وطارق السعيد ومحمد صديق شاركوا يمكن مع نادي الزمالك ومع النادي الاهلي. ويبقى بقى مؤمن زكريا. بس في انا شايف الصوره احمد عيد عبد الملك ما انا لسه هتكلم عليه بس انا اجلته لا لانه ليه حاجه معينه مرتبطه بمؤمن زكريا. مؤمن زكريا يمكن هو اللعيب الوحيد اللي شارك في السوبر مع ثلاث انديه مختلفه. ثلاث انديه مختلفه لانه شارك مع انبي شارك مع نادي الزمالك وشارك مع النادي الاهلي. هو مؤمن زكريا هو اللعيب الوحيد. احمد عيد عبد الملك ليه انا ما ذكرتوش في بدايه كلام في سياق حديثي على اللعيبه اللي شاركوا في ناديين بس لان هو كان الوحيد او الاقرب لكسر رقم مؤمن زكريا. لان احمد عيد عبد الملك ابتدى مع حرس الحدود لعب معاه بطولتين 2009 2010 ثم لعب بعد ذلك مع نادي الزمالك وانتقل للنادي المصري ولعب معاهم بطوله الكاس وكان يعني قبل بطوله السوبر بين الاهلي والمصري الاخير 2017 باسبوع انتقل للنادي في انتقالات يناير في ميركاتو الشتوي في يناير مزبوط. انتقل لنادي وادي دجله فهو كان الوحيد الاقرب عشان كده طبعا ما كانش في المباراه كان اللي هو الاقرب لو كان استمر اسبوع واحد كان لعب مباراه السوبر وكان كسر رقم مع الثلاث انديه خد البطوله لا ايوه يعني لان انبي للاسف ما خدش البطوله ولا مره بالظبط انبي شارك ثلاث مرات والثلاث مرات بالمناسبه كانوا امام النادي الاهلي وخسرهم هو برقم القياس انه يلعب مع ثلاث انديه ويفوز مع الثلاث انديه لا بس هو بالنسبه للمشاركات اللاعبين هو اكتر لاعب لعب مع ثلاث انديه تمام. هو بالمناسبه انبي بقى ثلاث مرات انبي لعبه النادي الاهلي امام النادي الاهلي ثلاث مشاركات وكمان انبي الثلاث مشاركات يمكن لعبهم في يمكن في عندنا اكتر من نادي لعبوا او شاركوا في بطولات السوبر وهم ما كانش المفروض ان هو هيلعب السوبر يعني لعبوا بدا مكان انديه ثانيه يمكن ذكرنا من شويه المحله ذكرنا الاسماعيلي الثلاث انديه دول لعبوا كلهم كبديل لانديه ثانيه ولا شاركوا في اي يعني وبرده بالتالي لم يفوزوا باي بطوله يعني هم شاركوا كبدلاء للانديه الاساسيه ولكن ما فازوا باي بطوله الانبي والاسماعيلي ما فازوش باي بطوله في الثلاثه اللي هم لعبوهم في بطوله السوبر. طيب اكتر لاعب بقى خد القاب سوبر هو خد الاثنين مشاركه والقاب مشاركه والقاب طبعا هو حسام عاشور نجم وكابتن النادي الاهلي اللي شارك في 10 بطولات خسر 2 وفاز ب8 ألقاب يمكن يليه وائل جمعه على طول يمكن وائل جمعه اشترك سبع مشاركات فاز ب6 ألقاب يمكن وائل جمعه برده ما كملش زي حسام غالي لانه اعتزل في اول 2014 لكن حسام عاشور هو صاحب الرقم القياسي ولسه لحد دلوقتي ما فيش قدر يعني ايه كسر الرقم بتاعه حاليا. طيب رقم مؤمن كان مهم كده الحركه يا استاذ اشرف اللي اتكلمت فيه ان مؤمن لعب مع ثلاث انديه لعب الثلاث مباريات لعب ثلاث مباريات لعب اكتر من مباراه يعني لعب مع النادي الاهلي اكتر من ثلاث مباريات او اربع مباريات في السوبر لعب مع الزمالك مباراه الاهلي والزمالك لعب بالظبط ولعب مباراتين مع انبي لعب مباراتين مع انبي مع انبي احرز اهداف ولا لا 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 انا بتكلم عشان ممكن يحقق ارقام قياسيه صعب اي فلاعب يحققها بعد كده لا سواء لا. في الفوز بالبطوله او حتى ربنا يشفيه بس لكن هو للاسف ما حققش اهداف مع انبي ولا الزمالك في السوبر لكن مع الاهلي احرز بالظبط كده يمكن ليه هدف شهير في المباراه اللي اقيمت في الامارات كان بعد كان الهدف الثالث اللي احرزه في بنفس مرمى الشناوي بالظبط كده هي دي طبعا يمكن مصر كلها على كل المستويات يمكن تعاطفا مع مؤمن زكريا ودعما ليه يمكن حتى شفنا حتى منتخب الاقزام
كانت برضو عمل نفس الحركه دي. حتى انديه في الدرجه الثانيه عندنا كل المنتخبات كل الفرق حتى المنتخب الاولمبي كل الانديه المختلفه يعني بتدعم مؤمن زكريا بالحركه الشهيره بتاعت مؤمن زكريا. النهارده سافر المانيا وان شاء الله باذن الله قريب. طبعا بنشكر طبعا مجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب رغم حاله الجدل واللغط واللي اثيرت حول يعني بعض الاتهامات الزائفه اللي اقيمت. ولكن طبعا حاجه النادي الاهلي بيتعامل مع لاعبيه بسريه وبخصوصيه وبيحترم جدا خصوصيه اللاعب واللاعب يتحب دي طول عمرها معروف على النادي الاهلي لا بيسمع لحد ولا بيهتم بالكلام ده كله. اهم حاجه عنده هو بيتعامل ازاي مع اللاعب ودايما النادي الاهلي حتى ما بيحبش يعلن. انا بيعجبني برضو حضرتك دفاع حضرتك اللي مش دفاع مبرر يعني. انا كمان حضرتك ما بترد على كلامي. اقول لك اديك مثال اديك مثال جيلبرتو الناس بس بتنسى يعني ما بتاخدش بالها جيلبرتو جيلبرتو مصيب مع المنتخب الانجولي كانش مع النادي الاهلي مظبوط ورجع للنادي الاهلي. الاهلي عالجه سنه كامله بدون برضه ما يشرح تفاصيل كتير جدا اكتر من سنه بالفعل وما كانش الاتحاد الانجولي اللي بيعالج جيلبرتو بالظبط وكانت اصابه قويه جدا في وتر اكيلس. فتاريخ النادي الاهلي في الجزئيه دي يعني ما حدش يقدر يفتح فيها. نكمل بس حته برضه نحط نكمل حته بقى لجيلبرتو بقى. طيب جيلبرتو اللي انضم للنادي الاهلي في موسم 2001 بطوله اتلتيكو الانجولي في 2009 الاهلي عمل معاه ايه؟ الاهلي اطلق سراحه بكل حب بدون اي مقابل يعني كان في عرض جاي له خارجي تقديرا لدور جيلبرتو في التسع مواسم اللي لعبهم مع النادي الاهلي رغم ان في سنه منهم زي ما حضرتك قلت كان يعني اصابته اصابه بالغه واستمرت اكتر من موسم وكلفت النادي الاهلي كتير ولكن الاهلي تقديرا لدور اللاعب ومشواره مع النادي الاهلي اطلق يعني طالما ارتدى تيشيرت النادي الاهلي بالزبط. اصبح واحد من ابناء النادي الاهلي يمكن دي المقوله دي مدرسه جوه النادي الاهلي في التعامل مع كل اللعيبه الخصوصيه واحترام السريه واحترام اللاعب دي مدرسه جوه النادي الاهلي محدش يقدر يجي يقرب منها ولا يتكلم فيها لكن المهم ان شاء الله مؤمن يرجع بسلامه ان شاء الله ان شاء الله. الفرق اللي شاركت في الكاس السوبر يا استاذ اشرف يعني كم نادي شارك في السوبر انطلاق البطوله في البدايه؟ اقول لحضرتك دلوقتي احنا يمكن عندنا اكتر من خمس انديه. عندنا الاهلي وعندنا الزمالك وعندنا المقاولين وعندنا الاسماعيلي وعندنا انبي والمصري وحرس الحدود والمحل تمام. يمكن هم دول اللي شاركوا في السوبر. يمكن انا اقول لحضرتك تمن انديه بالظبط. يمكن اقول لحضرتك دلوقتي بالظبط الاحصائيه بتاعتهم. يمكن الاهلي هو الاهلي يمكن لعب 12 لقاء فاز في 10 وخسر 2. الزمالك لعب 8 فاز في 3 وخسر 5. حرس الحدود لعب 2 فاز في 1 وخسر 1 زي ما قلنا كان بالمرتين كان امام النادي الاهلي. المقاولين العرب لعب مرتين فاز في 1 وخسر في 1. ام بيشارك 3 خسر الثلاثة. نفس الحال بالنسبة للإسماعيلي شارك مرة خسر مرة. المحلة هكذا برضو مرة ومرة. وأخيرا النادي المصري المشاركة الأخيرة في 2017 لعب يعني مرة وخسر مرة. يبقى عندنا 15 لقاء سوبر في الفترة اللي فاتت وممكن إن شاء الله اللقاء اللي يمكن الغد بقى هيكون اللقاء رقم 16. طيب هدفي البطولة في كأس السوبر المصري طيب الهدافين 2001 حتى 2017 23 لاعب احرزوا 28 هدف في ال 15 لقاء حتى الان. يمكن يعني يجي في المرتبه الاولى عبد الله السعيد كان مع النادي الاهلي واحرز 3 اهداف. والطريف هنا ان الثلاث اهداف اللي احرزهم كلهم من ضربات جزاء كان فيهم هدف في مرمى انبي موسم 2012 والهدفين الشهيرين في نادي الزمالك في موسم 2016 لما الاهلي فاز على الزمالك 3-2. يجي بعد كده محمد ابو تريكه نجم النادي الاهلي بهدفين ثم مدحت عبد الهادي نجم الزمالك بهدفين وتامر مصطفى بهدفين ويجي بعد كده مع المقاولين العرب ويجي بعد كده 19 لاعب كل لاعب بهدف. كان اخرهم وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي في نهائي بطوله 2017 في شباك النادي المصري. اذا مباراه الغد لن تشهد اهداف اضافيه لاي لاعب هيكون اول هدف جديد لان قدام الاحصائيه والاسماء عبد الله سعيد مش موجود ابو تريكه مش موجود مدحت عبد الهادي تامر مصطفى حازم امام حسام حسن اسامه نبيه يمكن هم الاثنين اللي موجودين في الهدافين للاسف هو مؤمن زكريا طبعا ربنا يشفيه سافر ووليد ازارو لاصابته خارج القائمه بالظبط. عايزين نقول بقى ان ال 28 هدف يعني اول هدف بكره لاي لاعب من الفريقين هيبقى الهدف بالظبط هدف للاعيب جديد للاعب رقم 24 بقى يضاف رقم جديد للاعب جديد 24 ربما يكون 2 3 4 بس لكن الهدف ان شاء الله ربما تطلع مباراه سلبيه ويتم اللجوء فيها لضربات الجزاء لان المباراه اصلا اكثر من 7 مباريات حسمت مش في الوقت الاصلي من 15. عاوز اقول لحضرتك بس ان 28 هدف اللي هم حصيله مباراه السوبر في ال 15 احرز منها او احرزوا بخمس ضربات جزاء خمس اهداف احرزوا في الوقت الاضافي
ان احنا كان في اكتر من مباراه، لان لائحه السوبر بتختلف من سنه لسنه. يمكن كان في بعض السنوات او بعض البطولات كان بيتم فيها اللجوء لوقت اضافي ثم ضربات جزاء، وفي بعض البطولات كان لو في حاله الانتهاء الوقت الاصلي بالتعادل ضربات جزاء واهداف في الاضافه بالظبط. فكان في 5 اهداف احرزوا في الوقت الاضافي و18 هدف في الوقت الاصلي للمباراه. دي معناها ايه اللغه الرقميه دي؟ بتؤشر ليه؟ اهو لحضرتك، اللغه الرقميه دي بتقول ان مباراه السوبر بتبقى مباراه يعني تكافؤيه، يعني مش مباراه سهله ابدا. حتى لو انت بتلعب المباراه، يمكن احنا شفنا لسه بنقول كان في تنوع، مثلا الاهلي كان الاهلي قابل مثلا الزمالك وقابل حرس الحدود وقابل الانبي وقابل الاسماعيلي وقابل المحله والمصري، يعني باستثناء المقاولين. الاهلي ما قابلش المقاولين ولا مره، ولكن قابل كل الفرق. هي بتبقى المباراه بقى المفروض ان هي بتبقى بين بطل الدوري وبطل الكاس او الثاني هنا او الاول هنا، فهي برضو مباراه وحيده بتبقى كل الفرق، لان طبعا بطوله سهله يعني وغاليه، هي مباراه واحده، فعندك الدافع ان انت لو خلصت الماتش هتاخد بطوله تضاف لرصيدك، خصوصا ان معظم الفرق دي بطولاتها قليله، وفي بعض الفرق ما عندهاش ولا يعني غير بطوله واحده، مثلا زي النادي المصري بطوله كاس واحده، فلما يجيب بطوله سوبر فكمان بيبقى عندهم الدافع والحماس الاكبر اللي هم ينافسوا. فعشان كده بنلاقي ان معظم المباريات حتى يمكن النتائج ال 15 المباريات اللي خلصت في الوقت الاصلي او الاضافي ما كانش فيها سكور. يمكن المباراه الوحيده كان فيها سكور هي كانت مباراه الزمالك والمقاولين في 2004، واللي انتهت بفوز المقاولين مفاجاه كبيره ب 4-2 لغايه الزمالك. الزمالك هي دي اكبر مباراه تهديفيه او فيها غزاره تهديفيه. معدل التهديف قليل في البطوله. ما انا لسه بقول لحضرتك يعني بنتكلم في 15 مباراه سوبر معدل التهديف اقل من هدفين. يعني 1.9 هدف او حاجه كده. ما انا بقول لحضرتك عشان برضه هي حضرتك بطوله سهله وتحصلها بطوله رسميه، فطبعا بالتالي كل الفرق بتبقى عندها يعني الدافع الاكبر ان هو يفوز ببطوله، يعني دي بتتكتب في تاريخه، هي بطوله زيها زي الدوري اللي بتاخد سنه او موسم، وان كانت مش في نفس الاهميه ونفس الحجم، ولكن هي بطوله رسميه بتضاف لتاريخه يعني. طيب انا قدامي في الاحصائيات البطولة السوبر من 2001 ل 2017 احصائيه شويه. اتفضل يا فندم. مباريات الاهلي والزمالك في السوبر اللي اتلعبت 2003 انتهى بالتعادل السلبي، تمام. 2014 انتهى بالتعادل السلبي، 2016 انتهى بالتعادل السلبي، ثم احتكموا الى ركلات الجزاء بعد الوقت الاضافي كمان. بالظبط. يمكن هم الاهلي والزمالك اتقابلوا مع بعض 5 مرات، كانت نتيجه الخمس مرات دول 4-1 لصالح النادي الاهلي. يمكن دي المباراه الاخيره اللي فاز فيها نادي الزمالك اللي هي مباراه 2016 اللي اقيمت على استاد محمد بن زايد في الامارات، نادي الجزيره. كان بيقود الزمالك كابتن محمد حلمي وفاز بضربات الجزاء بعد انتهاء المباراه بالوقت الاصلي. يمكن في مباراتين برضو انتهى زي ما قلنا بضربات ترجيح، ولكن كسبهم النادي الاهلي. والغريب فيهم دول كانت فيهم حاجات غريبه شويه المباراتين دول. يمكن المباراه بتاعه 2014 دي كانت مع بدايه تولي جريده مهمه النادي الاهلي، مظبوط، وانتهى بالتعادل السلبي، والاهلي اضاع ضربتين جزاء في الاول خالص، كان على استاد القاهره المباراه. بالظبط كده يا فندم، وكل توقع طبعا ان المباراه خلاص هتنتهي لنادي الزمالك اتجاه الزمالك. بالظبط، ولكن اللي يمكن العارضه وشريف اكرامي في هذا الوقت يمكن تالقوا، عملوا رومنتادا. بالظبط كده. وقدروا انه يعني يمكن احمد سمير لاعب الزمالك واضاعوا 3 ضربات جزاء، يعني لعيبه نادي الزمالك ومحمد كوفي البوركيني محمد كوفي ضربه الجزاء الشهيره. شهيره بالفعل. بالظبط كده. وفاز الاهلي ساعتها بركلات الجزاء 5-4. مباراه 2003 مع توني اوليفيرا كانت نفس النظام برضه. يمكن المباراتين دول قدموا المدرب الجديد للاهلي الاجنبي، سواء توني اوليفيرا في 2003 او جريدو كارلوس جريدو في 2014، تقديمه شيك قوي، تقديمه كويسه قوي، وادت الامل لان احنا بقى في 2 مدربين يعني كبار هيقودوا بقى مسيره النادي الاهلي. ولكن كانت البدايه برضه يعني مبشره ببطوله على طول، ولكن يمكن دي برضو اللي احنا بنتفائل بيها يعني او يعني في مشوار فايلر ان شاء الله. تمام. من امتع مباريات القمه، هل مباراه الاهلي والزمالك عام 2007 2-0 للاهلي، ولا مباراه الاهلي والزمالك عام 2015 3-2؟ لا 3-2 طبعا، دي كانت من امتع المباريات رغم ان كان اول سوبر خارج مصر. لكن المباراه الاولى اللي حضرتك ذكرتها كانت كفه الاهلي ارجح شويه من الزمالك، يعني كانت كفه الاهلي. الاهلي في الوقت ده كان برضو بيمر يعني بفتره عاليه قوي شويه، كان في استقرار فني واداري ولاعبين، كان بيضم جيل يعني من الاجيال الذهبيه اللي مر بيها النادي الاهلي،
وكان انطلاقه معتز اينو واحمد حسن مع النهل الاهلي وقتها. اللي هم احرزوا الهدفين كان في بدايه الموسم، يمكن كان في جون في هدف كان احرزه برده، يمكن اول كان اول هدف لاحمد حسن مع النادي الاهلي، وكان برده بالمناسبه برده كان لسه اينو منتقل حديثا من الزمالك بالظبط كده. ولكن في الوقت ده كان الاهلي كان متميز. 2015 كانت يعني نقدر نقول الكفتين كانت ملحمه. بالظبط. وبعدين وصفها كده طبعا البطل فيها طبعا شريف اكرامي. المباراه دي برده عشان نديله حقه، كان الزمالك متقدم في بدايه المباراه بهدف عمر جابر وضرب الجزاء. هي دي كانت نقطه التحول في المباراه من كهربا، ويمكن كانت خلاص هتقتل الماتش زي ما يعني بلغه الكوره كده، وقدر الاهلي بقى ان يعود ويفوز 3-1 وفي اخر بقى كده 3-1. حصل شويه تراخي كده في نهايه المباراه، احرز هدف كهربا، احرز هدف، هي ده 3-2. وانتهت 3-2 يعني. ولكن لا انا قصدي ان التحول بعد من كنت خلاص حتى لقطات من مباراه السوبر هي كانت في سنه الزاعه. بسنه الزاعه ده اللي هو وش السعد على النادي الاهلي، مباراه ملحمه بالنسبه للاهلاويه، لان كانت بعد خساره الدوري وكاس له ظروف معينه كان وقتها، فكان تحدي ان ما ينفعش الاهلي ينهي موسم وهو مش بطل، فكان المباراه دي تحديدا كانت تحدي، وكان بيقود الاهلي برده جهاز مؤقت كابتن زيزو اللي قبل بلا حسن بهذه البطوله بصراحه يعني، وقدر ان هو المباراه دي كان روح يعني الفانيله الحمراء كانت هي اللغه السعيده بالنسبه للاهلي. ما لسه بقول لحضرتك شريف اكرامي تالق غير عادي يعني، هو يعني لا شريف اكرامي، وكمان الحاله المعنويه اللي صدرها حسام غالي ورامي ربيعه اثناء المباراه، ما انا عشان كده بقول لك روح الفانيله النادي الاهلي ورمضان صبحي، وكان احمد حجازي لسه متعاقد مع النادي الاهلي جديد. بالظبط. وكان في جون انطوي جديد برده، لسه كان في برده اكتر من لاعب، ولكن هي دي فعلا من المباريات المميزه اللي في السوبر او في الخمس مباريات اللي التقى فيهم النادي الاهلي مع الزمالك في مشوار السوبر. مباراه بكره تتوقع يكون فيها نسبه اهداف، ولا ممكن زي 3-2 زي اللي قدامنا دي، ولا ممكن المباراه تكون مقفوله وتبقى ما فيهاش كره جميله؟ طب لو اتكلمنا بس نقول ان عامه مباراه الاهلي والزمالك هي خارج التوقعات اصلا، خصوصا ان احنا برده لسه في يعني في بدايه موسم، وبدايه يمكن الاهلي يعني الزمالك ضم برده يمكن 11 صفقه جديده. الاهلي يمكن ما فيش غير 4 صفقات، ويمكن دي حاجه جيده للاهلي هذا الموسم يعني. كل نادي حسب احتياجاته. لا ما هو كل ده ما هو ده المنطق بيقول كده. لا ما هو كل منطق بيقول ان كل واحد حسب احتياجاته بيجيب، لكن في بقى اللي هي بتبقى نهم الشراء او حاجات تانية طبعا، في معايير تانية مش انا ادخل في حد، ولكن الاهلي قادر والزمالك قادر، وخصوصا ان الظروف شبه متشابهه، ده جهاز فني اجنبي جديد وجهاز فني اجنبي جديد، ولكن هنا بقى التصميم واداره اللقاء سواء من الاداره الفنيه او من اللعيبه او من حتى من كناحيه اداريه لاداره النادي الاهلي او نادي الزمالك، مباراه بتعتمد في يعني انا شايف عن التوفيق اللي هي حلف التوفيق او على راي الكابتن ميمي شربيني جنرال التوفيق هيكون في صفه. ما اقدرش نتوقع يعني تخلص المباراه في الوقت الاصلي، حتى لو خلصت حتى مثلا نقول الاهداف بهدف او بسكور او ضربات ترجيح يمكن، ولكن تمنياتنا بالتوفيق يعني. طيب ممكن بكره يكون معانا رقم جديد، حكم الماني بيدير مباراه السوبر، وسبق ليه ادار مباراه للاهلي ومباراه للزمالك، وما كانش طرفي المباراه اهلي وزمالك. هو حكم مباراه للزمالك، كانت مباراه وديه السوبر المصري السعودي، ومباراه للاهلي في الكاس امام حرس الحدود من كذا سنه. ده رقم جديد لان حكم اوروبي بيجي يدير مباراه القمه. بس احنا عندنا كان عندنا تشيكو، وعندنا المساوي، وكان عندنا فرنسي قبل كده حكام يعني، ولكن كالماني لا اول مش مره، مش كجنسيه انا اقصد ان هو يعني انت لما بتجيب حكم مباراه القمه بيكون جاي لاول مره للفرقتين، لكن ده انت حضرتك تقصد ان هو عنده خلفيه بان هو حكم ده حكم ده فعارف يعني فيمكن يعني عنده خلفيه مثلا عن مكانه. هي دي حاجه جديده اول مره نشاهدها حتى يمكن في ملاعبنا المصريه، يمكن كان في حكام مكرره، ولكن ان هو عشان يبقى حكم مباراه للزمالك بس وهو عارف الزمالك مين، وحكم للاهلي وعارف الاهلي مين، ودي يمكن انا شايف برضو يمكن انا بعذر برضو الكابتن جمال الغندور ولجنه الحكام، لان الوقت ضيق قوي، كمان المباراه بتقام يوم جمعه، واحنا عارفين ان الدوريات كلها في اوروبا بتتلعب سبت وحد، فاعتقد ان هم يعني كتر خيرهم. يمكن كان في تصريح للكابتن جمال غندور بيقول ان مش لاقيين حكم الماني رابع يجي حكم رابع، وكل الحكام مشغولين، كان في بعض التساؤلات ليه يعني. ف يعني شايف ان التحكيم يعني مش هو اللي حد هيعلق عليه اي حاجه، الحكم الاجنبي حتى لو عنده خلفيه او عنده يعني باك جراوند عن الاهلي والزمالك والكره المصريه، هو في الاول وفي الاخر حكم، حتى ان اجاد هيجي لي طبعا دي شغل يمكن يعني في بعض الاخطاء. تابعت هذا الحكم الالماني؟ بالظبط. هو حكم بس يعني ايه، هو حكم كويس جدا وهادي، وان كان بس هو يعني سريع في الانذارات شويه يعني. كان بيدير مباراه ليفربول ونابولي. بالظبط كده. المباراه اللي يعني وكان فيها ضربه جزاء شهيره على ليفربول، وكان فيها شك، ولكن
بقول لحضرتك هو 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 سريع بس شويه في الانذارات يعني. اصل بس ضربه جزاء او اي لعبه دي تبقى برضو فيها نوع من يعني من الحساسيه. يمكن انا اشوف حضرتك ضربه جزاء حضرتك ما تشوفهاش في غير ممكن كل راي ثالث او راي يعني. ولكن يعني طبعا الملعب هو من حكام الصفوه في المانيا لكن مش من النخبه في اوروبا. اه بالظبط كده. يعني هو حكم جيد ليه تاريخ طويل لكن مش من حكام النخبه في القاره الاوروبيه. زي عندنا في اخر كاس عالم ما قدرش غير مباراه واحده. زي عندنا كده. ما احنا برضو عندنا مثلا يعني احنا مثلا 7-8 حكام او 7 حكام دوليين عندنا مش يعني احنا مثلا فيهم 3-4 اللي هم الحكام الكبار. ولكن احنا عندنا مثلا يعني افريقيا هم يمكن 2 ولا حاجه. مثلا عندنا جهاد جريشه حكم مصري بيقولوا مثلا مصنف ايه او احسن حكم في مصر كان في افريقيا حكم مش على الساحه. جهاد جريشه الثالث افريقي وال13 عالمي. يعني تصنيف جهاد جريشه وال13 على مستوى العالم والثالث افريقيا. ثالث افريقيا. بالظبط. ده تصنيف يكون هو مصنف في دولته بالظبط كده ويكون رقم واحد في لا ما هو التحكيم ده بالذات كمان يمكن شفنا برضو حتى على مستوى افريقيا شفنا في يعني بلاد صغيره في افريقيا ومنتخبات كان عندها حكام كبير يعني مثلا سيمبا الاثيوبي ده كان من اشهر الحكام مثلا في افريقيا. كيملي شونج مثلا مريشس يعني ما لهاش اي تاريخ ولا اي مشاركات حتى على مستوى البطولات الافريقيه كمنتخبات ولا حتى للانديه ولكن كان من الحكام الكبار. فهتلاقي دي مكرره حتى في على اوروبا اسيا في كل الكلام ده. حضور الجمهور بكره من اتكلمنا على مباريات السوبر حضور الجماهير بكره ده من ضمن المباريات لان كل السوبر كان بجمهور. والله بس يعني الواحد بيقول يعني الحمد لله بس زعلان برضه يعني. كل مباريات السوبر اللي اتلعبت كان بحضور جمهور. بالظبط كده. يمكن على فكره في عندنا عايزين نقول بقى بالنسبه للجمهور والاحداث احنا عندنا مباراتين سوبر ما اتلعبوش يعني في مباراتين اتلغت سوبر مرتين. مره طبعا في 2011 بسبب احداث ثوره 25 يناير و2013 طبعا النشاط كله اتلغى في مصر بعد حادثه بورسعيد بورسعيد فاتلغت كل اللي توقف النشاط في مصر فبالتالي ما كانش فيه اي كاس سوبر في هذا الوقت يعني. كابتن اشرف زوف انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الارقام والاحصائيات. مجهود كبير منك لكن اتمنى يكون المشاهد استفاد من هذه الارقام في مباراه الغد ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك استاذ محمد. شكرا جزيلا لحضرتك كل التوفيق ليك ودايما كده بتمتعنا بارقامك واحصائياتك. ربنا يخليك استاذ. ربنا يخليك كابتن. الله يخليك. ربنا يخليك. حلقه كانت مهمه جدا في برنامج الاهلي الليله القاء الضوء على الساعات الاخيره قبل انطلاق مباراه القمه بين الاهلي والزمالك السوبر غدا على استاد برج العرب بحضور 10,000 متفرج. صحيح الرقم مش كبير بقيمه وحجم مباراه السوبر وحجم كمان استاد برج العرب 89,000 متفرج لكن هي بدايه وبالنسبه لنا في النادي الاهلي او بالنسبه لجمهور النادي الاهلي بنعتبرها بدايه ورسالتنا لجمهور النادي الاهلي ان جمهور النادي الاهلي واعي جدا وعارف مصلحه فريقه وعارف مصلحته كمان في الفتره الجايه وعشان يحضر كل المباريات ويكون موجود ورا النادي الاهلي في كل مكان وعشان النادي الاهلي ما يتحرمش من جمهوره بكره ان شاء الله اللي متعودين منه من جمهور النادي الاهلي بشكل واعي جدا مساند للفريق بيشجع فريقه بس وخلف الكيان وخلف النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي دايما هو الكيان وهو رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي. وجودكم في اي مباراه للنادي الاهلي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. اي منافس بيبقى طبعا نفسه النادي الاهلي بيلعب بدون جمهور لان مصدر قوه للنادي الاهلي واحنا بنعتبره اللاعب رقم واحد. فبالتالي جمهور النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله هيكون اللاعب رقم واحد بالنسبه لفريق النادي الاهلي واكبر داعم واكبر مساند للنادي الاهلي. احنا السنه دي محتاجينكم جدا 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 خلف النادي الاهلي في كل المباريات سواء المحليه او الافريقيه. اخر حاجه رساله اخيره غدا مباراه السوبر بين الاهلي والزمالك وحتى هذه اللحظه الاعلام او الصحافه مش عارفه اللائحه اللي على اساسها العقوبات اللي هتتم تنفيذها عقب المباراه اذا مثلا في انذارات او في خروج عن النص ايا كانت الظروف اللي بتحصل في المباراه. لكن مهم جدا ان الاعلام يكون عارف لائحه العقوبات او لائحه الانضباط المتعلقه بمباراه الغد حتى لا يكون هناك اجتهادات للبعض عقب هذه المباراه كما حدث في مباريات اخرى سابقه. المعلومه اذا كانت واضحه هتكون سهله على الاعلام في تقييم المباراه بعد نهايتها لان حتى هذه اللحظه اتحاد الكوره لم يحدد اي هي ايا من كانت هي اللائحه اللي هتحكم مباراه الغد بين الاهلي والزمالك. هل لائحه الموسم الماضي ام لائحه الموسم الجديد التي لم تصدر ولم تعلن حتى هذه اللحظات. شكرا لحضراتكم والى اللقاء باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.